تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. إذن أجدد ترحاب بكافة المستمعين الكرام في هذا اللقاء التواصلي مع المستمعين، واللي في الحقيقة يكون مفيد، ماشي من خلال كلمتين نقول طبعا، ولكن من خلال تبادل ديال الآراء والأفكار، لأنه صحيح أنه عندنا متصلين اللي تعطيو مجموعة من الأفكار اللي تتديك اتجاهات أخرى ما كتكونش دايرة في الحسبان، وبالتالي تخرج منها موضوع ولا مواضيع كثيرة. البارح كان الحديث حول الجمع العام ديال الصحافة، الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، ومن خلاله كان عبارة عن مدخل باش نديرو قراءة في العلاقة بين الصحافة وبين الرياضة، وعارفين بأنه الرياضة وكرة القدم على الخصوص، الرياضة بصفة عامة ما نقولوش كرة القدم، يعني صعيب انه نقولوا بانه كاين واحد يعني نفصلوا بين الرياضه وبين الصحافه، لا، كاين هناك تكامل. اللي كاين هو انه المتلقي اللي هو الجمهور في الاغلبيه ديالو في غالب الاحيان تيبغي انه الشيء اللي يسمعوا من عند الصحفي او يقراه خصو يكون تيتفق مع الميولات ديالو، هو شيء صعب. علاش؟ لانه كل واحد تيبان له الحقيقه هو اللي تيمتلكها، حيت صعيب تقول شي واحد انت ما فاهمش ولا ما عرفتش، تيقول لك لا انا شت مثلا هاد المقابله بهذا المستوى، تيتمنى انه لما يسمع شي واحد تيتكلم يمشي معاه في الاتجاه ديالو. إلا سبحان الله داك التعليق اللي كانت ما كانش مع التوجه ديال واحد من الجماهير، كاين جوج ديال الحالات. حالة أولى تيقول أودي أنا ما كنتش فاهم هاد الناس بينوا لي الحقيقة كيفاش دايرة، وكاين اللي تيكون متشبت بالرأي ديالو تيقول لا هذا ماشي معقول، هادشي اللي تيقول هادشي ماشي هو هذاك، لا ماشي هادي الحقيقة وماشي معقول، خصوصا إلا كانت الأمر تيتعلق بالفريق ديالو وماشيش معاه في الاتجاه. غندخلوا في اطار لا انه هذا ضدنا، يعني انا غير واحد المقدمه ديال داكشي اللي درنا البارح او اللي تحدثنا عليه البارح، باش نبين بانه راه صعيب، يعني راه ماشي بالسهل على انه الانسان يكون عنده اجماع. فين تيكون الاجماع؟ تيكون الاجماع لما تسمع شي واحد تيقول لك لا حنا تنشوفوا في الخارج تيتحدثوا بواحد الشفافيه وتيتذكروا مواضيع وفهم الاديبه. غير نسهل عليك الامور، حيت انا هاد الدول اللي تهضر عليهم الدول العربيه بالخصوص تنعرفهم كاملين، واغلبيه ديالهم البعض منهم ماشي غنقول كلهم، والا غادي نكونوا تنديروا شي حاجه ماشي هي هذيك. تنعرفهم وكانت عندنا معاهم علاقات، راه حتى هما عندهم هاد الاشكال في بلادهم، هاد القناه تتحيز لهذا وهذا اهلاوي، هذا زملكاوي، هذا مع الترجي، هذا مع النادي الافريقي، راه تعتبروش بانهم تيقولوا حنا راه وصلنا لواحد المستوى. حنا اي نقاش تنشوفوه تما كتب لنا ايجابي، ولكن داخليا عندهم تيكون شي حاجه اخرى، راه ماشي دائما ايجابي. يمكن عندنا واحد النقصان من حيث من هاد البرامج، لانه ما عندنا شي قنوات خصوصا التلفزيون متعدده كثيره متخصصه في الرياضه، بحال هما تيستعملوا الرياضه بشكل كبير، حتى واحد الوقت تلقى بانه تيهضروا في الرياضه، يعني الشيء اللي تقالت مع الجوج تيتقال مع الاربعه وتيتقال مع السته اعاده، ولكن هذه الرياضه. انا اللي تهمني هو ذاك العلاقه بين الصحفي او الصحافه بصفه عامه مع المستمع او الجمهور الرياضي، واللي طبعها واحد الطبع ديال كاسميها ما يكونش فيها تأويلات. يمكن تسمع اليوم حاجة يعني كاسميها تلائم المواقف ديالك، ويمكن غدا تسمع شي حاجة ما تلائمش المواقف ديالك. تهضرنا بصفة عامة، ما عدا ذاك الحالات التي يكون فيها مثلا واحد الإنسان خدا موقف من واحد الجهاز لانه يساند هالطرف او يساند، وهذه مسائل ما داخله في اطار كاسميها. دابا حنا في قنوات خاصه ما تيمكنلكش تقول لا المده اللي عطيتي لهذه عطيها لهذه، تتبقى من ناحيه الانسان باش يكون عنده اكبر عدد من المتابعين،
ويخدم بسميتو بنزاهة، ويخدم باش يعطي الكل دي حق حقه، ويحيد الاعتبارات الذاتية ديالو والحب ديالو. هذه تتعلق بكل بكل شخص على حدة. إذن غير حنا ماذا بينا أنه لما نديروا واحد التحليل ما يتخادش على أنه تحليل راه تحت الطلب، أو لأنه مساند لها الطرف أو مساند لها الطرف. حنا تنحاولوا نديروا تحاليل اللي هي تتوافق مع الفهم ديالنا والقدرات ديال الفهم ديالنا، ماشي كنا غير كنا تنفهموا بشكل متساوي. أنا فهمت واحد الحاجة بشكل، واحد فهم بشكل، والمستمع هو اللي تيحدد يعني الاتجاه فين غادي يمشي. راه ماشي بالضرورة أنه الجمهور اللي مشى مع واحد راهم على صواب، وإذا كانوا معارضين مع واحد راهم على خطأ. هذه مسائل نسبية يعني. أنا غير درت واحد المقدمة، ماشي هذا هو الموضوع الرئيسي ديال اليوم، ولكني غير باش هذا الحديث على العلاقة مع الصحافة، لأنه راه شيء إيجابي، لأنه الصحافة تؤثر جلبا وإيجابا وسلبا. ولهذا حنا بغينا نكونوا ندير واحد علاقة نموذجية، أو على الأقل نخرجوا من دائرة أنه الصحافة كلها في سلة واحدة. لا، نحاولوا نميزوا، وخليوا حتى شي واحد إلا كان عنده واحد تصور خليه، مادام أنه كاين هناك يعني اسمها اتجاهات متعددة، كلها ياخذ الاتجاه ديالو. إلا سمعتي لي أنا وما عجبك شيء بدل الموجة وصافي. حيت يمكن كاين اللي إلا عندك مثلا 50 تيسمعوا ليك، 25 عجبوا البرنامج و25 ما عجبوش البرنامج، شنو الحل؟ يعني ما غنضحيو شيء من 25 اللي عندهم اللي عجبهم برنامج. هذوك ال 25 يقول لك السيدي انا مثلا ما تيحلش مزيان، ما نسمعلو شيء وصافي انتهى الامر. علاش انا نبقى نقلب مادام انه عندنا منافذ اخرى نمشيو لها؟ كل واحد ما عاد هذاك اللي ما لقى حتى شيء، اللي ما عجبه حتى شيء هذا موضوع اخر. على كل حال هذا غنشد القوس. انا غير درت واحد ارتباطا بالموضوع ديال الامس. شوف كاين بزاف ديال الامكان تبع برامج راديو بلس عبر الانترنت. بالفعل الموقع انا راديو بلس ماروك ولا الصفحه الرسميه ديال ساعي الذوق. شكرا سي اسماعيل من لندن. هناك بعض الاخبار نقل بان تقول بان اوناحي سينتقل. شوف اوناحي سمعته في ثلاثه ديال الفراقي، باقي ما خليت نهار ينتقل دابا، حيت هذا العام ديال الانتقالات فيها بزاف ديال الامور، يا امور فيها مزايدات وفيها بزاف ديال الحسابات، والحسابات ديال الفريق ديالو اللي غيطلقوش. كاين اللي سمعت بانه كاين بعض اللاعبين اخر بحال النصيري غيمشي لانجلترا، الفرقه ديالو وافقاته وما وافقش، ولكن هادشي راه ماشي اخبار مؤكده، هادو تسريبات. راه ما بقاش دابا الان في هادشي ديال خصوصا ديال هاد المواقع بهذا الشكل هكايا، والمصادر الاخبار كثيره. اليوم الا سمعتي واحد الاشاعه ولا تصحيحه، هذاك الموقع تولي تاخذه بانه هذاك هو المصدر ديال الاخبار الصحيحه، ولكن راه من يوم غتلقى هذا الخبر في هذه الجهه صحيح وهنا اربعه غالطين، النهار اللي غادي ينتقل راه غادي يوقع. ما يعني بحال كريستيانو شحال هو غيمشي ما غيمشي شيء، لا غيمشي ما غيمشي شيء، يبقى غادي النهار اللي مشى راه عاد. وبزاف ديال اللعابه اللي هو غيمشي الميريكان، هو غيمشي ماذا غاريت بلا واحد اعتزل كاع. هاد المساله ديال سميتو حنا ما كرهناش يمشي اي لعاب يبغي يمشي لانجلترا. مزيان كره في انجلترا تتعطيك واحد اللي تلعب في انجلترا تيكون لعب في اعلى مستوى. هذا رايي. سير رحموني تيقول هناك فراغ في انتاج صحفيين اكفاء حريفيه بمعنى. اما يعني شوف انا القضيه ديال الاكفاء هي فيها نقاش، فيها نقاش يعني علاش حنا غنحطوا نديروا كاع يعني واش ما كاين حتى شي صحفي كفء؟ وحتى الصحفي كفء راه بحاله بحال اللاعب، راه خصو شويه ديال الوقت، خصو الوقت وخصو منافسات وخصو يعني احداث رياضيه في بين حتى هو الامكانيات ديالو. راه مادام انه الرياضه الا ما كانش شي متطوره في واحد البلد راه صعيب تخرج لك حتى صحفي مزيان. علاش؟ لانه الصحفي خصو باش يبين الامكانيات ديالو خصو يلقى واحد التظاهرات فين يبرز المواهب ديالو. غير ما بغيتش ندخل في هذا الشيء ديال النقاش ديال الصحافه الرياضه ونديروا اليوم واحد يعني الموضوع الرئيسي. لا خلينا نذكر شيء على الكره. صحفي فرنسي اللي نعت اشرف حكيمي، هادو قله الادب صافي، قله الادب. الواحد تيبغي يدير واحد هذا شيء كوميدي وقيله،
بغى يدير. اما اشرف حكيمي اشرف منه بكثير، مساله عاديه جدا الانسان باش يقول بحال هذا الكلام هكايا. حنا يمكن الا هما في اللغه ديالهم تجيهم عاديه، حنا لا، حنا المجتمع ديالنا تفترض فينا اننا نوزنوا الكلام. هما يمكن الكلام عنده غير تلقى كيف ما تلقتيها مقبوله عاديه، لا حنا عندنا الكلام ديالنا يكون موزون. ولا ترجمناها كاين كلمه بتقولها بالفرنسيه تدوزها بالعربيه، لا ما تدوش. علاش؟ لان هذه التربيه ديالنا هذه ديال ف الى قال هو هذا الكلام هذا يعني حنا بالنسبه الى كانت بالنسبه له حنا عاديه، حنا بالنسبه لنا قله ادب صافي. كاين ميشيل بلاتيني سيكون رئيس الاتحاد الفرنسي. على كل حال ما شوف لو قريت هذا الرئيس ديال رئيس ديال الاتحاد الفرنسي لكره القدم دار واحد الاشكال كبير. ما عرف الراجل عنده 82 سنه جدد العقد مع ديدي دوشون، عرضت عليه واحد القناه، والقناه تعرفوا القنوات تيبغيو ياخذوا داك ماشي لي سكوب معنوبات يمكن يدفعوه على انه يدير شي حاجه ماشي هذيك. الانسان لما تيكون في واحد المركز خصو يوزن كلامه والكلمه تتحسب عليك. لما بغاو يخلقوا داك النقاش هو جدد مع ديدي ديشون حتى الوقت 2026. ف زين الدين زيدان كان تيتذكروا عليه انه ممكن يكون مدرب ديال فرنسا، فلما توضع عليه السؤال هضر عليه بتهكم، انا ما نجاوبوش التليفون كون عيط ليا، وشنو واش يدرب البرازيل انا ما مسوق ليش، وشكون هذا زيدان كيف ما كان الحال. إذن إلا أنت واحد الوقت كنتي فرحان بزيدان بعد ما جاب لك كأس العالم لأنك كنتي محتاجه على أرضية الملعب، ديك الساعة كان تيبان فرنسي 100%. يمكن دابا غتنظر ليه فرنساوي عربي دابا يعني ممكن، أنا ما حيت ما عندها حتى تفسير، وتجي دير له بحال هكاك. من حسن الحظ أنه كاين ناس اللي عقلاء لا من راضيين، بداها مبابي صراحة هو الأول اللي بدا، هو أول واحد عاد زاد وزيرة ديال الشباب والرياضة الفرنسية، ثم دخلوا اللاعبين الآخرين. لا غد ليه تبدل، لا انا زيدان تنحترمو كفاءة عالية. علاه البارح ما كانش كفاءة وما غنجاوبوش حتى في التليفون واليوم غادي يولي مزيان؟ هنا في الواحد يعني يمكن تكون رئيس ديال جامعة وتغلط، ما عندك علاش يعني كان باش يكون يعني قوي كيبقى مثبت بالكلام ديالو ويقدم استقالته ولا ما يقدمهاش ولا يخلي الامور باش غتدير العمليه ديال انه لا انا تنعتذر ليه لانه تنقدرو. ما يمكنش ما كملش 24 ساعه ما بين واحد انه يعني يكون عيط ليا في التليفون ما نجاوبوش واش يدير بالبرازيل. انا يعني تيبان لك بعض الحاجات ما عندها حتى تفسير. شنو اللي خلاك تهضر عليه بداك الشكل؟ وشكون اللي كاين اللي غيقولوا بدي هادو في فرنسا وحنا اش بينا وبينهم؟ انا غير تنجاوب واحد السيد كتب حيت تنحاول يعني نتفاعل مع الناس، راه ماشي مع كل شيء كون على قلب عنده ما تندوز هادشي بسرعه لانه كاين بزاف ديال المداخلات تنحاول. شكرا للسي ابو اكرام، الاحترامات ديالي انا السي العلوي. سي سعيد ما هي نتائج الفحص بيع التذاكر؟ باقي ما كاينش، راه اللي كاين هو انه البلاغ ديال الجامعه، وهو قبلتي البلاغ ديال الجامعه لانه شكيت لا 10 اليوم 10 غادي لا البلاغ تيقول بانه اصدار القرارات المناسبه في اجتماع المكتب المديري المقبل يوم 16 يوم 16 يناير، ما كتمش يوم 10 يوم 16، يعني هذه واضحه ما في هذه ولا هذه، يعني في حق كل من ثبتت ادانته في هذا العمل المسيء لسمعه كره القدم الوطنيه. اذا نهار 16 حيت غيكون هذا ماشي غيديروا بلاغ وغيخرج، لا هذا كاين اجتماع ديال المكتب المديري، والاجتماع المكتب المديري فيه غيتاخذوا القرارات باش ما يكونش قرار ديال واحد هادو اللجنه ما غيمكنلهاش تصدر القرار بدون ما تحيلوا، حيت الجامعه هي اللي كلفت اللجنه. اذا اللجنه خطرت الاخبار على المكتب المديري باش المكتب المديري تاخذ القرارات. اذا فاصل ثم نعود. أجدد الترحاب بكافة المستمعين الكرام على أثير غادي بلوس، أنتم دائما مع برنامج نقاش في الرياضة. كاين بزاف ديال التعاليق اللي يعني يمكن كاين اللي ما تعيطش في الهاتف تيقول أودي نتواصل عن طريق الواتساب، ماشي الواتساب عن طريق الفيسبوك. فصعيب
انه نبقى نتكلم نقرا ونجاوب. انا ماشي تنختار، تلقى هكا صدفه بحال مثلا سي اسماعيل. اسماعيل تيقول لك عافاك اقرا لي التعليق ديالي، لانه هذا سي اسماعيل من لندن دائما هو في البرنامج تيتفاعل، غير هو بداها بسمح لي اليوم غادي نكون قاصح شويه معك. شنو قاصح معك؟ شنو مشاركين باش نكونوا قاصحين؟ كاينش، خلي عبر على الراي ديالك، خلي نقرا انا واش قاصح ولا ما قاصح. انا غنشوف برنامجك جد رائع ومتميز بالمصداقيه والشفافيه، برنامج اللي كتمنح الفرصه للمستمع يتواصل معاك ويعبر على رايه. ولكن نهار غادي المستمع يبدا يناقش الرياضه وخصوصا كره القدم في اطارها التقني والفني، بدلا من الدخول في نقاش لا يسمن ولا يغني، ولكن مع فقيله خصنا نذكروها في اطار تقني، ولكن بدلا من في الدخول في نقاش لا يسمن ولا يغني في تطور كره القدم والرياضه بصفه عامه، جل المتدخلين يتكلمون عن التحكيم، عن البرمجة، عن المنظومة، عن الجامعة، عن الشغب، عن اسمح لي، ليس هذا نقاش في الرياضة وليس في تغيير واقع الكرة في المغرب، فلنغير ثقافة الرياضة في النقاش والتحاور. لا شوف، أنا ما كنت قاطع حتى شي حاجة، ما قلت شي حاجة اللي غير اللي كاين. أنت يمكن بغي تهضر على الرياضة والفلسفة هذه الرياضة، كيفاش كرة القدم كيفاش ننهضوا بها، هذا خصو يكون مواضيع ديال الندوات حاطين فيها أكاديميين وحاضر فيها. النقاش ديال الرياضة اللي تنذكره الآن عنده علاقة بالتحكيم وعنده علاقة بالشي اللي قلتي ديال سميتو بالشغب، عنده علاقة بالتدريب بالنتائج بزاف. علاش؟ لأنه هادو في حداتهم راسهم خصهم يتطوروا. هاد الممارسة اليومية لما تنذكروا على التحكيم وتنديروا شي ملاحظات، راه حنا في نيتنا بأنه إلا كان شي عويجاج غادي نقدوه نسبيا ونحاولوا ان ما نتفادوا هذه الاخطاء في المستقبل. اما المفهوم ديال النقاش الرياضه الاكاديمي راه ماشي هو البرنامج ديالو، ماشي هذا هو المكان ديالو، لانه كاين شي امور تتجاوزني انا كصحفي. كاين ناس اللي غدخلهم فيهم علم الاجتماع وفيهم المتخصصين في التربيه، يعني الا كانت نقاش كبير يمكن انت باغي نقاش واحد المستوى عالي جدا، ولكن احنا تنديروا نقاش في الرياضه بالمفهوم ديالها اللي تنذكروا على الكره على المباريات. ما دايرين شيء، كنا بغينا نديروا هذا البرنامج غادي نجيبوا واحد اربعه ديال الناس هنايا دايره على طبله وغنذكروا بامور اكاديميه، ومن بعد ما نساليو ونقدروا نخرجوا حتى حنا بالتوصيات بحال داك الشيء اللي هو رسمي. اما هذا الشيء هذا تدري بانه خليه، حنا خدام بهذا الشكل هذا، حنا بغينا غير لما الجمهور يتعود بانه الحكم ترى يمكن له يدير خطا ويامنوا بانه الخطا راه ماشي مقصود، هذا حنا ربحنا. الحكم لما يحكم المقابله وما يدخلش في الاعتبار ديالو هذه الفقيله خسرت غطيح، حنا ربحنا هذه القضيه هذه وحنا غاديين. المدرب لما يدير واحد الصراحه يقول انا اتحمل المسؤوليه في الهزيمه لانه ما درت شيء الطريقه المناسبه للفريق، احنا ربحنا واحد التصريح اللي ما بقى شيء فيه قضيه ديال انه ماشي معقول وحنا ما تخلصنا شيء وما دربوش. يعني راه بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نغيروها غير في العمل اليومي. طيب الارقام ديالي للتواصل مع البرنامج هي كالتالي 0525 666 066، 0-25-666-067 0-25-666-068 0-25-666-066 0-25-666-067 0-25-666-068 لا كاين شي امور، شي واحد تيقول شي حوايج عندها مس بي الفراقي، ما خليوني انا ما ندخلش في هذا الشيء هذا، انه كل واحد. شكرا للسي الاخ ديالنا من ميدلت، اتمنى من اللاعبين الفرنسيين ذوي اصول افارقه ان يستفيدوا من درس بنزيما وزيدان. سي عبد المجيد الصحفي المتمكن بحال كيكون طالعا على كل ما يتعلق بالرياضه في العالم اجمع، قضيه زيدان مهمه، ما رئيس الجامعه وحضرنا هضرنا ما لا شوف صحفي اللي
متمكن في جميع المجالات غير موجود على وجه الارض. ما كاينش. يمكن تكون عندك واحد التخصص واحد نوع من الرياضه ولا جوج، ولكن تيكون عندك المام، تدير المام تقرب كل شيء. انا ما تنحاول ما امكن نقرا حتى السنوكر، نقرا عليه شويه نعرف شكون رقم واحد رقم جوج ما يتسمى شيء، حيت حنا البلاد ديالنا باقي موصل لدرجه ان واحد متخصص في التنس، حيت بعد بحال دابا الا مشيت في اوروبا غتلقى واحد متخصص في التنس متبع من التنس من الاول، تحافظهم كاملين بلا عارف شكون الاول شكون الثاني شحال من نقطه غيدي فين غيربح. علاش؟ لانه الدورات ديال التنس كثيره ما تتحصرش. ولا غتلقى شي واحد متخصص مثلا في فنون الحظ تلقى مثلا يدير الجيدو والكاراتيه. علاش؟ لانه على طول سنه. حنا ما يمكنلكش دير واحد متخصص في مثلا في الكره الطائره، اش غيدير؟ دير تعليق كل جوج دقائق من الاثنين لاثنين، هادشي اللي كاين. طيب نمشي عند اخوان، نمشي عند سي مروان من الدار البيضاء. سي مروان مساء الخير. سي مروان، لا سي مروان عندك مشكل في الهاتف. سي مروان، سي مروان، سي مروان، لا يبان بانه راه ماشي المشكل ديالنا. شوفوا السي حميد من الدار البيضاء. السي حميد، السلام عليكم. سي حميد، وي سي سعيد، مرحبا. باش تعرفوا بان السي مروان ماشي من ماشي من عندنا. تفضل السي حميد. النقطة اللي بغيت نناقشها معك السي سعيد هي الدور ديال الصحافة في إصلاح الرياضة وبخصوص كرة القدم. كاينين عندنا واحد الظواهر مثلا في الظواهر ديال ملاعب كرة القدم المغربية، هي السقوط المتكرر، تضييع الوقت الخاوي، الاحتجاجات على الحكام. والصحافة ديما تنتقد هذه الظواهر، ولكن الحاجة اللي عمري ما تمنيت أنها تكون أن هذاك النقد يكون بناء. وكيفاش يكون بناء؟ يعني نجيبوا هذوك الأشخاص المعنيين، مثلا كمثلا واحد منبر صحفي يجيب مثلا واحد خمسة ديال لي كابيتان ديال ليكيب ديال البطولة ديال مزيان ويناقش معاهم النقطة. يتحط ماشي يبقى النقد من بعيد. برافو عليك، مزيان. مثلا المدربين ديالنا ما تيلعبوش كره هجوميه ولا ما تيلعبوش من اجل الفوز. اننا نجيبوا واحد خمسه المدربين ديال البطوله ديال الاحترافيه، اننا نناقشوا معاهم، هما ناقشوا معاهم المشكل. يعني ما نبقاوش كيما نقولوا ترميو من بعيد، وهما ملي تنجيبوهم اللي تيمجيو نفس الحوار تيبقى يتكرر. يعني انا تنشوف غياب تام الصحافه انها تعالج هاد النقاط. لا 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 اسمح لي، لا اسمح لي سي حميد، لا ماشي قيت غياب، هذه الفكره ديالك. يعني انا بالنسبه لي بات لي فكره مزيانه، يعني انه الا غنستضف مثلا شي رياضي ولا يعني لعاب ولا مدرب ما فيها باش نطرحوا هذا السؤال، غير ماشي غياب، غير هاد الفكره ديالك انه هاد الاسئله تطرح على المعنيين بالامر. انا متفق معك فوالا. يعني لا ما وتناقشوها احنا بالنسبه لنا كصحفيين، لما تنقولوا هادشي تنقولوا الناس راه غيسمعوا لينا. دابا الان انت الفكره اللي جبتي واللي هي مقبوله ومزيانه انك تواجهه بهذا الشيء، تقول له دابا انت مثلا شي لعاب تقول له مثلا وانت تحطي ربعه ديال المرات وعلاش مزيان الفيديوهات ديالو، هذا الاحتجاج ديالك واش مقبول؟ متفق معك. يعني كيف المباراه ديالو اللي من بعدو داك الشيء غادي يرجع هذا الشيء ان متفق معك، متفق معك، ونصلحو. متفق معك. النقطه الثانيه اللي بغيت نتكلم عليها هي النقطه ديال الشغب في الملاعب. بالنسبة للشغف في الملاعب راه المشكل مشكل كبير، ومنين جاي من المسير الرياضي. المسير هو دار الشغب؟ ماشي هو اللي دار الشغب، ولكن هو اللي دار حط شي حوايج اللي خلات ان الشغب يكون. علاش؟ لانه مثلا اللي تيشي مثلا دابا هذه المباراة ديال طنجة ديال تطوان اللي دارت مع الناس عندهم اللي تيكي وما دخلوش. تنعرف ناس محترمين بلا اسمح لي بلاتي، والناس اللي ما عندهمش التيكي وطلعوا في الصور. الله يرحم لك الوالدين. ايوا ولكن لا ولكن راه شويه ديال المسؤول وشويه ديال الجمهور او لا. ولكن اللي تنجيب انا مثلا تيران غدخل لي مثلا واحد 20000 وغتخرج 20000 ورقه، راه عارف 20000 ورقه هي اللي كاينه. اي متفقين. يعني انا هذاك السيد راه عارف راسه ما غيدخلش. يعني حنا راه المغاربه حنا واعرين، نهار تنبغيو ننظموا راه تنظموا. اييه. ولكن نهار تيكونوا متوجهين للكاميرات الاحداث وداك الشيء راه تنظموا، راه ما تنخليوش. لا لا سي حميد، خاص شوف، خاص انه باش يمشي واحد من 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 مدينه لمدينه بعدد، يعني بسميتو باش ما بغى الاعداد بعدا تمعنا، ما حدد لي عندك 3000 ديال الناس ولا 2000 ديال الناس، انتهى الامر. سهل انك تدير فياج، عندك ورقه دوز ما عندكش ترجع. يا لا سي حميد شكرا لك، احنا خدينا معك الفكره ديال الاولانيه مزيانه. سي نور الدين من فاس. سي نور الدين مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام. خايس اللي ما غادي نهضروا على ما بين الصحافي والمستمع.
كتكون بدمت انا كنت تبع البرنامج ديال سعيد صادق ياك انا عندي واحد الثقه فيك يعني بيناتنا ثقه ياك داك الثقه كتولد واحد المحبه بانك تبع داك البرنامج وتهتم به يعني كنقولوا سعيد صادق عنده مصداقيه ما عندوش تحيز ما عنده حتى شي حاجه الباعة خي سعيد كنتفرج بواحد البرنامج إذاعي تلفازي مغربي إذاعة ديالنا بدون ما نسميو الإذاعة كيهضر على السوالم المحمدية أنا داك المحلل في داك القناة شنو قال لهم مستحيل السوالم تربح المحمدية وعلاش مستحيل؟ فاش كاين مستحيل؟ والسوالم ما عندهاش حتى تيران فين كتريني وكتريني في الغابة يعني فعاوتاني نشكر المدرب ديالهم سي زكريا عبوب للزبير زكريا عبوب قدم جوج ماتشات مخيرين ماتش مع ماتش مع الجيش ماتش مع المحمديه جاب تعادل مع الجيش وجاب انتصار خارج بلاده يعني هذا المدرب خصنا نهزو به مش نطيحوا احنا بالقيمه ديال السوالم السوالم راه فرقه انا احنا عندنا نعاون فاس شيبونا خي سعيد فرقه عندها مدرب ما عندهاش نهاش لا والو واحسن لعيبه دابا في البطوله الوطنيه ديالنا احسن نفر على عند السوال احسن قلب يجيب داك السنغال دابا عندنا شي الملاحظات اللي عندك يعني علاش يقول علاش يقول بانه مستحيل اي مستحيل علاش محمد تربح الوداد وسميتو وتخسر مع السوال يا واش هذا السوال ماشي برقه عادي ما لا دخل في كره القدم عادي جدا اخي سعيد هو اللي بنقول ما ميزه حتى شي واحد حنا في هذا البرنامج ديال سعيد صادق كنحاولوا نجتنبوا ما نجرحوا حتى شي فرقه يبقى شوف شوف انت قدمتي الملاحظه ديالك السي نوردي وان كان انا ما تنبغيش في البرنامج نبقى نرد على برامج اخرى سمحوا لي عافاك انا لا 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 لا, لا 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 اسمح لي اسمح الله يسر شوف دابا انا لما درتي القنوات معروف وحنا ما عندناش 700 قناه ولهذا انا ما بغيتش البرنامج ديالي يكون عباره واحد البرنامج اللي عنده شي مشكل وما عندوش واحد الفضاء فين يعبر على رايه راه مشي لعند النقاش في الرياضه لعند سعيد صدوق وراه غنبقى نضرب اكوشي اضرب لا ما مقبولش هادشي هذا الا كانت المصداقيه عندي ولا كان عندي واحد نوع من التقدير خصو يكون حتى في هذا الباب انني هذا السيد ما نخليلو شيء انه واحد الفضاء اللي واحد الوقت يقول لا ماشي معقول هذا السيد يدير لنا هادشي لا انا جميع الصحفيين زملاء ديالي ما عندي عليهم حتى شي تمييز اللي كاين لكن عند الناس ما حنا ملي تنقصوا في طبله واحده حنا كنا كيف ما كاينش واحد يقول لا انا خير منكم لا اللي تيحدد المزيان من المتوسط من اللي ما مزيانش هو المتلقي ماشي شي واحد اخر شكرا لك سي نور الدين بارك الله فيك على المداخله ديالك سي حسن من الدار البيضاء سي حسن مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نعم سي حسن تفضل انا بغيت نهضر لك على واحد على هذا الشيء ديال الشغب اللي يهضروا عليه الناس بغيت نقول لك بان الشغب ديال التيران كيبدا من اول حاجه من لي زيلترا من الجروب لي زيلترا من الالترا من الجروب لان احنا فاس الترا ديال فاتال تيقرا معروفه وكانت من اخيب الترات كانت هي في القباحه ديالها في ايام زمان ولكن شكون اللي ساعد في هذا الشيء ساعد هو واحد السيد زعما اللي الماس كامل اي جمهور ديال الماس تقول له نجيب الطاهره يقول لك هذاك السيد كنبغيوه كما كنبغيوك انت في الصحافه سعيد صادق لان كتعطينا بزاف الحاجات ديك السيد هذاك اللي خدم بزاف وعالي الزلطرا وحارب وقاتل في التيران وكيوقف وكينظم زعما بواحد الطريقه زعما كيدير ديك الشيء لله في سبيل الله مزيان لان احنا كاع عندنا واحد الجمهور خايب لان مازال الجمهور مازال دابا مابقاش كيدخل التيران شنو ولا كيدير ولا كيتخبى عنا غير مره التيران ملي كيشوف شي واحد غادي بوحديته ولا شي حاجه كيخرجوا اغريسيبه غاتشري ولاد المدينه غير بعضياته ولكن هذا نجيب الطاهيري كيبلغ وكيحدث وكيمشي ويقف ويعيط للبولي يعني يدير واحد الخدمه كبيره يعني الخدمه جايه من الجروب وفاش كل واحد لها فاش راه ما كانش هكا كتشوف التيران كتلقى كلشي لابس الصفار ولا شي حاجه شكون اللي وحد هذاك الفكره العزاز ناجيب توحيد اللون ولا كيطالب بان كلشي يجيب للصفر وبالفعل ديك الشيء اللي كاين وجميع الافكار تبارك الله كتجي من عنده ياك بعدا شوف انا اللي تهمني لما تتسير المباراه وتتخرج داك الامواج البشريه في الشوارع ديال مدينه فاس ما تيكون مشاكل لا هادشي اللي بغينا صافي حنايا غير الانسان اللي يكون ماشي واحد السيد شرا واحد الدار ديالو
في الطريق ديال 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 الكومبلكس وفي الاخر يقول اودي انا بغيت نبيعها بنص الثمن لانه تيتكرسوا عندنا الجمهور. هادشي اللي ما خصوش يكون. الشي من جبت هذه اللحظه السعيدة انا نقول لك واحد النهار خارج من التيران هي الطوموبيل ديال الوالد ديالي وقفت في الطريق وواحد خونا طلع طلع على الباربريز هل اللي ما بغيناش هذه حدا عيني يلا لا اله الا الله. ولكن يعني 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 التطور اللي تطورت فيه الماس راه تطور ايوا الحمد لله حنا بغينا يزيد يتحسن يزيد يتحسن. شكرا لك سي حسن بارك الله فيك بارك الله فيك. السي عبد المجيد من الدار البيضاء. السي عبد المجيد السلام عليكم. عليكم السلام سعيد لاباس. الله يبارك فيك سي بارك الله فيك. صديق البرنامج خويا مرحبا. واحد المعلومه الطاريه يمكن انت تعرف الجواب انا ما عرفتش الى على هذه التسلل. قديما اللي كنعرفوا يلاه اللاعب كيمشي التسلل كيرفع الرايه الحكم. دابا تيمشي اللاعب وتيراوغ الحارس وتيسجل الهدف وكيمشي يتعانق مع صحابه تيدور تلقى الحكم هاز 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 الرايه. وبعد خسرات هذيك العمليه توقع فيها اصطدام بين مدافع ولا مهاجم مع الحارس وفات بعد الوقت عاوتاني. شنو اللي جعل ما انا ما عرفتش متى تبدل هذا القانون علاش تيخلي اللاعب هو عارف ومتسلل وتيخليه يراوغ الاول ويراوغ الثاني ويسجل الكره تيهزوا هذاك الرايه ديالو. انا ما عرفتش حقيقه ما عرفتش ما كاين حتى مشكل. انا نجاوبك عبد المجيد. شوف يعني الفرق بين القديم وبين الجديد. القديم سيدي ما كاين حتى مشكل. كاين لعاب تيمكن له يكون متسلل ب 3 متر وتيخليه الحكم وتينوض صداع وتضرب الحكم وتحسب الهدف لانه كان هادشي ما كانش مقنن بشكل كبير. انت كان في القديم قبل ما يكون هادشي ديال الاوراق وهادشي هذا. دابا الان ما نمشي معاك اللي وصلنا للفار لان هضرتي الحاله اللعاب تاهي الحاله اللي تيكون مشكوك فيها اي انه اللعاب كان متسلل في اللحظه اللي خرجت الكره مع الصديق ديالو. اللحظه اللي خرجت الكره من عند الصديق ديالو واش هو كان متسلل ام لا واش كان هو الاخر. الا كان الحكم ديال المساعد عنده الشك تيخلي الكره تكمل. المشكل عندنا في المغرب انا لاحظت في واحد المباراه ديال واحد اللعاب بين متسلل بجوج ديال الامطار وخلى الكره وتم راوغ الاول وغيدخل فيه الحارس وكتوقع لنا شي مصيبه واحد الكره في الاخر باش يهز الرايه. لا الا كان متسلل بثلاثة متر علاش انا نخليه يلعب غنهز الرايه؟ يكفي يكون غير بمترو يكون واضح ما كاينش ومع الذنوبات تتكون مشكوك فيها والحكم تيبين تيبغي يبين على الجهاد ديالو تيهز الرايه وفي الاخر تتبان بانه ماشي متسلل. اذا غير هاد القضيه انا متفق سي عبد المجيد اي كره اللي واضحه حيت دابا بعد نوبات الكره واضحه بعد نوبات تيكون ما بين اللعاب والصديق ديالو 10 الامتار و10 الامتار ساهل باش تبان لك واش تسلل ولا ماشي متسلل. اللي صعيبه هي اللي تجيك الكره ديال 30 40 متر. اذا الا كانت باين متسلل انهز الرايه تفاديا لانه الحارس بعد نوبات تيخرج شي خرجات بشي شكل. ولهذا انا متفق معك خص الحكام انه يكونوا ردين البال في هذه الامور. سي احمد من الدار البيضاء. سي احمد مساء الخير. سي احمد مساء النور الحاج. مساء الخير سعيد بالتواصل معك. مرحبا سيدي. بالنسبه للسي سعيد الصحافه هي السلطه الرابعه اللي كنقولوا حنا. السلطه الرابعه دابا الصحافه دابا الاشكال اللي عندنا هي ما كاينش داك التكوين ديال الصحفي مغزل كلمه مثلا صحافه ديال اختصاص حيت تلقى هذا الصحفي كيمشي للاحداث هذاك الشيء ديال الحوادث كيمشي ليه ونهار التيران كتلقاه تلقاه في المقابله ديال كره القدم مقابله ديال كره السله مقابله ديال وهذا الصحفي كتلقاه تيكتب في جميع المواضيع وهو كيجهل حتى القوانين الاساسيه ديال هذيك اللعبه اللي كيتكلم فيها. دابا انت والصحافه تهضر الصحفيين كلهم دايرين هكايا لا كاين واحد الغالبيه سي سعيد الغالبيه دايرين هكايا واحد مجموعه كثيره سي سعيد عندك الاحصائيات؟ لا ما عنديش الاحصائيات. وكيفاش كيفاش يعني من كيفاش بنيتي الحكم ديالك لانه الاغلبيه كلهم دايرين هكايا؟ حيت كتلقى سي سعيد هو كتلقى في كره السله كره اليد كره جميع ما كاين مشكل. هذا واحد حنا جوج ثلاثه 10 عرفتيهم هو على ولا الصحفي كاين 10 سعيد راه بغيت نقولوا حنا خصنا صاحب الاختصاص وانت ملي كتهضر مثلا في شي موضوع تتكون انت عارفه وكتناول جميع المواضيع ديالو. لا شوف انا غير ما تنبغيش الواحد يدير احكام قطعيه على واحد القطاع كامل وان كان انا راه ما بغيتش نبقى نهضر على الصحافه لانه ماشي لا بغينا يكون
لا شوف شوف مثلا ملي كتهضر انت في شي موضوع تيكون عندك واحد الالمام. لا غير شوف شوف انا نقول لك هادشي ديال الصحافه وديال شوف هادشي ديال الصحافه انا قلت لك في المغرب راه يستحيل تقول انه صحفي متخصص في نوع رياضي واحد. حنا تجربه عطاتنا بانه عندنا بعض المراسلين ماشي صحفي المراسلين اللي كانوا متخصصين في واحد انواع الرياضيه اما في التنس واما في الجولف واما في شي حاجه بحال هذا الشكل هكايا. اما الصحفي الان مفروض فيه يكون عنده المام بحال الطب العام خاص يكون عارف شويه ديال الكره وشويه ديال الباسكيت. علاش؟ لانه شويه ديال الهون شويه ديال الفولي وشويه ديال التنس خاص يكون عارف. علاش؟ لانه حنا ما عندنا شيء. حنا واحد الانواع رياضيه اللي تتشتغل 24 ساعه على 24 ساعه حتى ان غنديروا لها صحفيين متخصصين. هذه مساله عاديه جدا. ما تقول لي شي بانه لا اللي غيهضر على الباسكيت غيكون حافظ الباسكيت وما يهضر الا على الباسكيت. ما يمكنش. الباسكيت تلعبوا خمسه ديال اسمعني غتلعبوا خمسه ديال المباريات وغنعطيو النتائج ديالهم نهار الاثنين واش بقى يدير الثلاثه والاربعه والخميس والجمعه والسبت. سي سعيد انا شنو بغيت نقول لك بغيت نوصل لك مثلا انت مثلا ملي كتمشي تعلق مثلا على مقابله ديال كره القدم ماشي كتستنى حتى نهار الجمعه نهار المقابله وتيعطيو لك ديك ورقه المقابله اللي تلقى فيها اللائحه ديال اللاعبين. ايوا على كاين الناس يديروا هادشي القضيه ما تيغيروا الناس راه تيهيئوا المباريات ديالهم. هادشي اللي بغيت نوصل لك لدرجه انك مثلا ملي كتتابع بعض المقابلات المنقوله على شاشه التلفازه ديالنا السي سعيد راه السيد ما كيعطيكش اللعاب اللي مثلا خدا كوره ولا اللي لعبها ولا شي حاجه. ودابا بعد ما تتكون بعض الاحكام مسبقه وصافي واخا يكون المعلق كيف ما بغى يكون المستوى ولا غتبقى دائما بانه لا والله سي سعيد ماشي هو على سي احمد خلينا من يسرع لي على سي احمد سي احمد انت الصديق ديال البرنامج دخلت لنا عاوتاني دخلت لنا في شي ديال سميتو ديال الصحافه. شكرا لك سي احمد هضرنا شويه على الرجاء شحال ما هضرتي على الرجاء. يا سي احمد شكرا لك. سي توفيق من جديده. سي توفيق سي سعيد بخير الله يطول عمرك. انا بغيت ليه يهضر على المباريات ديال الكره وشي حالات من الحالات اللي نناقشوهم ونحاولوا هذا الموضوع ديال الصحافه راه كبير علينا. هو شوف هو من بعد كاس العالم بزاف ديال المدربين مع صغه تشوف غتناقش معك الفكره بزاف ديال المدربين بغاو يخدموا بالتكتيك ديال الركراكي. الطريقه ديال الركراكي صعيبه شي شويه. انا نعطيك علاش حيت خص اللعابه كاع الفراقي ديال المغرب اللي تمارك عليهم بيت خسروا في ثلاثه حتى واحد ما قدر يرجع في الماتش. لان الفلوم ديما كاين وما تفهموش باللي والد ركراكي مع البرتغال قال لي اودي كنت مارك علينا البيت راه كنا غنريبو. يعني تنديروا الحائط في الحائط لان اولا باش تعرف واحد القضيه في مستوى التشكيله كتحتاج جوج حوايج واش تلعب دفاعيا وبلاعبين هجوميين ولكن على مستوى اختيار ديالك انت غتدافع ولا تقدر تلعب بلعابه دفاعيين وتطلب منهم يهاجموا. نعطيك مثلا حنا التشكيله ديالنا اللي شفتيها راه كتبان لك تشكيله هجوميه ولكن وسط المباراه كنا كنطلبوا منهم يدافعوا. هذا اللي كان كيعاوننا ملي تيكون عندنا كره فنعرفوا نهاجموا. نعطيك ليكزومبل واحد القيت الوليدات كان كيلعبوا بني الدر والسعيدي والنقاش. المدرب واخا كان كيطلب من النقاش ولا بني الدر انهم يهاجموا ولكن هو في باله راه لاعب دفاع. ولكن الا قلبتيها كما كنا دايرين حنا اناحي والمرابط واملاح هذا واخا كطلب منهم يدافعوا ولكن الوقت اللي كتعطيهم الكره تيعرفوا يخرجوا بها. بزاف ديال المدربين داروا الصو ولا الحائط ولا الطوبيس ولا كل واحد كيما كيسميها ولكن ملي تيتماركا شنو داروا؟ داروا هاد التشكيله اللي صبحات كتسمى بحال الطوبيس يعني 4 في 4 في 1 طوبيس ديال وليد الركراكي. ورا سمعت الكلمه ديال الطوبيس. لا لا بزاف اللي كيسميوها يعني المهم كل واحد وكيفاش كيسميها. يو دي سمي ترين كاع على سمي الطوبيس. يلا كل حاجه هذه مصطلحات جديده مزيان ولكن الا لاحظتيهم ما كاينش شي فريق حاليا من كاس العالم تمارك عليه البيت وقدر يرجع. وكلهم خسروا كاع لا في المغرب في المغرب تقريبا شي استثناء قليله. لا كانوا تورقا خسروا ورجعوا في المباراه مع شكون السوال باقيله تورقا خسروا مع الماس. لا ما هذا كان على الدورات السابقه من لا لا ما كان كانوا غيكونوا شي استثناء قليله لان نعطيك انا الماتشات الاغلبيه كلهم خسروا الماتش سميتو مع سميتو الماتش اللي خرجوا بثلاثه كاين الوداد بثلاثه كاين الجيش والوداد خرجوا بثلاثه بزاف ديال الماتشات. علاش اون فوا كيت ماتش نزيد لك واحد القضيه الماتش ديال المحمديه والوداد كنت ماركا بيت واحد ولا الوداد ب 10 كانت غتربح المحمديه قبل ما يتماركا البيت لان باش ذاك البلان بي المغرب ماشي ما كيوجدوش المدربين كيكونوا موجودين ولكن ما عندهمش لي موايان باش انهم يخدموا اللاعب المغربي باش طلب منه انه يخدم باش فما القضيه في الماتش وقدر تكون لاعب السيد وطلب منه يغير البوست ديالو
ولا غير من طريقه اللعب ديالو اللاعب المغربي يكون يستعوب على انه يدير تغيير تكتيكي وسط المباراه. والمهم خرجنا بفكره سي توفيق على انه باش دير لك باش يمكن لك دير الخطه ديال الواد الركراكي خص يكون عندك اللاعبين اللي يقدوا ينفذوا هذه العمليه هذه او لا. المهم هذه نسولك سي سعيد بالنسبه للقضيه ديال اللي داير الرجاء وسمعت اليوم قال لك ماشي قانونيه ما عندكش معلومه عليها؟ لا اللي عارف انا بانه اي واحد يعني قضية ديال انك تجمع تبرعات محدده بقانون ماشي بحال دابا اللي غنقول لهم لا عافاك عاونوهم لا بقانون. لا اعتقد بانه الفريق ديال الرجاء غيدير شي حاجه وعنده اطور اللي عارفين بانه لا يعني العمل ديال جمع التبرعات محدده راه ماشي غير واحد اي واحد رشقت له غيديرها. انا ما عرفتش حتى الجمعيات واش عندهم الحق ولا ما عندهم الحق ما بقاش نجاوبك ولكني عارف بانه هذا الشيء مؤطر. الجمعيات ذات النفع العام هما اللي عندهم الحق هما اللي عندهم الحق. ايوا شوف واش عندهم جمعيه دابا. لا انا دابا قريت قبيله واحد المقال باللي كاين واحد الجمعيه رفعت دعوه بالرجاء مازال هاد القضيه قال لك هما رفعوا دعوه. ايوا خلي ما كاين مشكل تندخلوا في اطار الرياضه وفي اطار التطوير ديال كره القدم. شكرا لك سي توفيق بارك الله فيك. حنا بحنا زايدين وعاد نكملوها بالدعوه عاوتاني. يلا شكرا لك السي مصطفى مكناس. سي مصطفى مساء الخير. سعيد مساء الخير. مساء النور. سعيد باغي نهضر على صراحه الله ديال الظاهره ديال الشغب الرياضي. اللي ولات ظاهره سي سعيد ما بقيناش كنتعاملوا مع احداث متفرقه راه ولات ظاهره وهادشي اللي ولا. نقدر نطلب منك واحد الحاجه؟ نعم سي سعيد. انا بغيت نطلب منك تقول لي شنو يعني المقاربه ديالك باش نعالجوها. نعم داكشي اللي بغيت نهضر معك فيه. اييه مرحبا مرحبا. يعني بغينا نهضروا في حاجه سميتها الحاجة. يلا مرحبا اعطيني الفكره ديالك كيفاش نتغلبوا على هادشي هذا. يعني غالب يعني الراي ديالي المتواضع هو غالبيه الجماهير اللي كتنقل بكثره معروفه شكون هي. من مدينه وحده او جوج اللي هي مدينه الدار البيضاء وغادي نزيدوا عليها متفرقه شويه الرباط شويه طنجه شويه هذو ماشي في الماتشات كاملين. حنا شحال عندنا من تيران شحال عندنا من تيران في القدره الاستيعابيه ديالهم فايت 40,000 معروفين شكون هما الى حيدتي كازا وحيدتي الرباط وحيدتي فاسو اكاد. المهم معروفين ماشي مشكل. وي في البريمير سيري كاين واحد القانون السي سعيد كاين واحد القانون تيقول لك اودي بالنسبه للقانون ديال الاحتراف حنا عندنا في البطوله الوطنيه انه الفريق يعني اللي هو الضيف عنده الحق 5%. هذا الشيء اللي كاين معروف. اها علاش اللي كان سوى السي سعيد راه عرفتي شنو فاش كيمشيو مثلا الجمهور الوداد او الرجاء ما تنقولوش كله مشاغب راه ملي كيمشيو بالالاف لواحد المدينه اللي هي صغيره واش كتعرف السي سعيد شنو كيوقع؟ راه كتوقع الحرب راه الشيء داكشي اللي كنشوف في التلفازه بوحديت اما ما خفيه كان اعظم شي حوايج كاين اصلا ما بقاتش حنا الطوموبيلات تهرسوا السي سعيد وما كنبغيوش نمشيو نديكلاريو علاش صافي تفادي لذاك الصداع وديك الفوضى. كيفاش راه غادي نجيو نشوفوا التجربه ديال الانجليزه السي سعيد وكيفاش حسات الظاهره ديال الهوليغانز كيفاش الناس تتعاقبوا الجمهور ديال ليفربول والجمهور الانجليزي. حنا راه الخرق ديال القانون كنشوفوه معنا يوميا اللي غادي تصور حوادث السيارة السي سعيد غادي عباد الله في تريبورت غادي سميتو القانون خارقينه من الديبار من اجل مباراه رياضيه كتلقى نتايا الحرب كاينه بين الجمهور والسلطات. دابا هذا التشخيص عطيني انا شنو بالنسبه لك شنو الحل اللي غنديرو؟ الحل الوحيد السي سعيد هو انه لي بي ديال بحال دابا خصوصا ديال الفريق والرجاء السي سعيد واش عندهم 5% واش غادي الاخرين بلا اخرين باش حتى الطيران تيز قدا وقدا الفريق المستضيف عنده قدا وقدا لي بي يعطيونه في المدينه ديالهم باش نعرفوا شكون اللي غادي باش اللي عنده البي يتحرك اللي ما عندوش البي ما يتحركش. وشوف السي سعيد الشيء منع التنقل راه واحد الدائره اللي هي صحيه ما تقول ليش الجمهور ديال كازا غادي يتنقلوا او الجمهور ديال الجيش الملكي هذوما الجماهير اللي كاينه غيتنقلوا المدن صغيره وكيمشيو لديك المدن وكيفرضوا انهم يدخلوا للطيرانات وكيوليو هما اكثر من الفريق المستضيف. هذه راه معضله في حد ذاتها. انا في الفريق المستضيف من الاول الجمهور هو الاول في اي بلاصه كيما بغات تكون الجمهور هو الاول وجاتكم 500 في الطيران غاتجلسوا 500 في الطيران ماشي نتوما غاتمشيو باش تبدعوا في جميع المدن المغربيه. جميع المدن ما يمكنكش دير فيها التيفوات هذيك غديرها في كازا او في الرباط ما غاديش ديرها في مدن اخرى. وثاني حاجه سي سعيد ولا بدينا بهذه الظاهره هذه نبداو غير بحاجه واحده والتفا ديال ديك الحرب ديال الديربي. الحرب ديال الديربي كاين فريق مضيف كاين فريق مستضيف كيف ما كاين في العالم كامل راه كاين انتر ميلان مع لاسي ما كيديروش بالنص شي اللي كدير انت نص بالنص هو في حد ذاته حنايا اصلا مستعدين للحرب. راه ماشي نقولوا شغب حرب سي سعيد فاش كتجي كتمتع 40,000 من هنا 40,000 من هنا بلا اللي برا اوتوماتيكمون بحال البلاد غتنوض الحرب خسرات الرجاء غتنوض الحرب. هادشي اللي كتشنا وتتعاود اذا اللي غنبقاو نناقشوا على هادشي هذا كامل السي سعيد راه حتى شي واحد ما تيكون في الشارع العام باستثناء السلطات الامنيه مشكوره هي اللي كتكون وهي اللي كتهز الثقه فين هما الناس فين هما التفاعل الجماعيين فين هما الناس اذا كانت طاوله مستديره ماشي حنا غادي نناقشوا داك سميتو غير تناقشوا كيف ما قلتي حنا من هذا البرنامج نقدروا نعطيو حلول.
تنظن بانه حاجه وحده تطبيق قانون الاحتراف 5% وراه ما عندناش حتى اللي كيهزوا هادشي اللي كاين. بغيتي تفضل. شكرا لك. وحاجه وحده السي سعيد يعني هادشي اللي كدير الرجاء اللي كدير الرجاء راه حرام وعيب وكيسيء الفريق كبير بحال الرجاء البيضاوي اللي غاتجيني نفس عليه انا ماشي رجاوي وغادي نفس. وسؤال واحد استرجاع واش تم تطبيق قانون الشركات الرياضيه ام ماذا من اجل ايقاف هذه المزاله هذه؟ شكرا لك سي مصطفى. شوف انا هذه القضيه ديال المرتبطه بالتنقلات ديال الجماهير غنقولها وغنعاودها. علاش؟ لان انا ما تندير راسي محب قبل ما نكون محب. انا تندير راسي كمواطن واحد الانسان عنده سياره ديالو ولا عنده دراجه ديالو ولا عنده حانوت ديالو ولا اي واحد نسيت تعرضوا لهذا وعندي كتب لي الله انني درت واحد الحانوت الطريق ديال الملعب وقلت انه في الطريق ديال الملعب غندير الشيفر دافير غيطلع لانه غيجيو الناس ياكلوا عندي كاسكروتات وغندير فاذا به وليت خصني نشد المحل ديالي وغيتكرفص. الا كان هذا الشيء هذا غيتسبب الاذى لشي واحد انا ما يتنقلوش الجماهير نهائيا. الا شي واحد يقول لا سير الجمهور اذا انت باغي اناني باغي غير تفرج انت في الكره ولا اللي يقلب واحد اخر. لا انا باغي الناس اللي يتفرج في الكره بدون ما يكون يشكل خطوره على الناس مرحبا به. ولكن الا كان تشكل خطوره على شي واحد كاين اللي كيحط غير طبيله تيبيع فيها ويجري يجي يقلبوها لي باش يديو له مثلا واحد الكرواسه ولا شي حاجه. لا ما عندها حتى شي معنى هذا الشيء هذا. لا ابدا انا ما نقبلش. وثانيا هذا الشيء ديال الدار البيضاء اللي تيهضروا على بانه النص النص راه مساله مش غنقول لك خصنا نديروا شي حل ديالنا حنايا نبدعوا فيه. لانه الا كنا تنديروا النص بالنص في الديربيات كي ذهب كي الاياب حفاظا على الفرجه والمتعه إلا كانت هاد الفرجة والموتعة تخلق لنا المشاكل بيعنا وانا ندخل 30,000 من هنايا و 30,000 من هنايا ولما تنتهي المباراة ما نعرفاش هي غتكمل 30,000 مع 30,000 راه غتولي 700,000 ماشي 60,000. علاش؟ لأنه الرواج يعني 10 إلا تيجري ولا 10 غتبان لك بحال 600 البشر. أنا ممكن نمشي لطرح آخر. أنا مدخلة الوداد الجمهور يدخل. علاش؟ أنا يقول لا 5% 5% ما يقدوش يواجهوا 95%. إلا دخلتي 1000 ديال الرجاويين مع 60,000 ديال الودادين أو 60,000 ديال الرجاويين مع 500 ديال الودادين راه ما عندها حتى شي معنى. ما صعيب كادي تخرجهم. ولهذا إلا لقيتي الحل أنك الذهاب عند الوداد يكون تيران أحمر الإياب عند الرجاء تيران يكون خضر وانتهينا. هذا الشيء اللي كاين. شنو فيها المشكل؟ إلا مشينا واحد الديربي إلا كان هاد الديربي غيخلق لي المشاكل وغنوليو عاتيني رد البال دوز هادو من هاد الشارع لا دوزو من لهنا دوزو من لا عندك ما بالنا على هاد الحاله هادي راه غير كره ما يتفرجوا فيها غير الوادين واحد النهار والروتين يتفرجوا فيها غير الرجاويين وسالينا صافي خلي ديك الساعه بيناتهم يتفاهموا. اما شوف انا غير تنقول الناس ديال السلطه والناس ديال البوليس عندهم قراءات اكبر من القراءات ديالي. انا داير واحد القراءه اللي ما باغي مشاكل ولكن هما عندهم اعتبارات اخرى اللي اكبر من اللي اعتبارات اللي هما دارسين. انا ما دارس انا غير تنقول بان ما اليوم سي ما ندخلش علينا ندخلنا 500 ديال الوداديين ويكونوا ويربحوا وكي غيولوا يديروا مع ذاك الجمهور او العكس. على كل حال سي حسن من اكادير. سي حسن مساء الخير. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمه الله. عيد بارك الله فيك. مرحبا. نشكركم سيدي. مرحبا سيدي. بغيت نهضر شويه على فريق اللي هو حسن اكادير. اييه صافي ما بقاش باكيتا هو التيكيتاكا ديال لا واش اسمح لي بغيت نسولك واش انت كنتي من الناس اللي قالوا هذا هو المدرب ديال الفرجه او لا؟ ابدا. لا ابدا صافي مزيان. انا في واحد القضيه وربي شاهد عليا ما كنحكمش على المدرب واخا في لالي كله. لالي ما نحكمش عليه. يعني 15 مقابله وما نقدرش نحكم عليه. فما بالك سميت هادشي ديال العالمي وهادشي ديال ما كنحملش كاع نسمع. والله العظيم بالله. نهضر على هذا المدرب. شفت فيه شي حوايج ما نكذبش عليك اللي سمع عالمي جابها هي هذيك. عمرك شتي غنسولك وجاوبني بصراحه الله يجزاك بخير. عمرك شتي شي مدرب في العالم كيدير شونجمون الدقيقه 90 91 هو خاسر او لا تعادل؟ ويلا كان غيزيد الحكم واحد 9 دقائق مزيانه. ها هي دارها كاع هو في بلاده. ايه هو عاديه. لا عاديه عادي. لا انا شفت لا مدربين بدلوا في 88 كاع ولكن الا كان رابح لا 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 حتى اللي تيكون خاسر لا والله لا تيكونوا خاسرين. لا لا ما تاخذهاش من باب 10 دقائق وخرجوا. شكون؟
هذا ليد هذا المدرب ليد في هذا الماتش اللي داز قال لي ملي سولو قال لهم لا ما فهمنيش اش كنقول له انا عرفت انا ودخل واحد عم تخرجوا اي هذا الافريكان سميتو جونيور ملي سولو علاش قال لهم لا ما فهمنيش وما فهمش اش كنقول لهم اصلا ما كاينش الكونيكسيون ما بين اللاعب وما بين المدرب هذا السيد هذا ما نكذبش عليك انا حسني تغيرت واحد 200 درجه 200 درجه لانه 200 درجه الاسوء ولا لا الاسوء لانه كيلعب مرخوف اي فريق دابا غيغير بحال الحسنيه لا في اكادير ولا في خارج اكادير ولكن هذا كله لا يعني انه هذا هو الغلط المدرب هو اللي ضعيف اللي ضعيف هو المكتب المسيء هذا الشيء اللي كاين الا كان عارف كتوصل لهذا الشيء هذا الا كان ذره ديال الكرامه ما نقولوش كرامه ديال الحس ديال الحب ديال هذيك المدينه الله يرحم ليهم الوالدين يقدموا غير الاستقاله من الرئيس حتى لاخر واحد فيهم اللي كيقدموا الاستقاله لمن؟ لمن؟ لمن غيخلوه لمن غيخلوه الفرقه؟ تادي لمن يخليو الفرقه؟ راحت قول غير قولها قول له ما دي غير حط الاستقاله ديال راه كان يزيد موجود موجود يزيد لا لا غيتيبان لك لا طار لها رجال عبدال... لا لا رجال كاينين وعلى كثر لا كاين اللي شده دابا الا ما بغيش ندير الاشعار للناس اخرين كاينين وعلى كل حال الله يجازيهم بخير الله يرحم هذه الرساله ديالك انا ماشي اسمح لي انا ماشي من دوك الناس اللي كنعيو ولا لا غير الله يجازيكم بخير بركه تعطاتك الفرصه الاولى الثانيه الثالثه وقيلا هذه الرابعه كفى دابا المسيرين الغلط اللي داروا ما جابوا هذا المدرب شوفوا استاذي ماشي حتى في المدرب كاين البنات ما بغيناش ندخلوا في كاين انسان كيعرف حتى الخير ما بغاش الفريق ديالو فما بالو كيبغيه لك انت الناس بغاو غير يديروا الاعتراض ديال التظلم او هذا الشكايه ديال التظلم ديال الحكم قال لهم لا هاد الناس هادو كلهم بدون استثناء ولكن الا بان بانه داك الشيء ما شادش علاش الشكايه علاش شوف الله يجازيك بخير حنا اللي كان ما بغيناش نقولوا في يلا سي حسن شكرا لك شي حوايج خايبين الله يجازيهم بخير يلا شكرا سي حسن اعطينا اتساع بارك الله فيك شكرا سي حسن سي هشام من امريكا سي هشام السلام عليكم سي هشام عليكم السلام سي هشام تحياتي ليك من امريكا الله يحفظك سي مرحبا واخا التليفون غالي معليش سمح لنا الاخوان هاد النوبان لا لا يخطيك بارك الله فيك جوج نقاط خفاف اول نقطه غنتكلم في كرة القدم كنتكلموا بزاف انا غندير نقطة للجماهير ونقطة لكرة القدم بالنسبة للإشكالية تبيع الوقت سي سعيد انا تفتكر هنا في امريكا في الدوريات المحلية ديال واحد الولاية ديالنا ملي كتضرب شي واحد صافي انفو كيطيح وكيتشوط 10 ثواني خاص اللاعب يخرج وما يدخل حتى تخرج الكرة تلعب الكرة وتخرج عادي الكرة يدخل ايوا هذا هو القانون هذا هو القانون لا كيبان لي في المغرب وقيلا كيدخلوا عين فوق كتلعب الكره الحكم كيعطي اشاره كيعطي اشاره دخول لا هذاك ما يدخل حتى توقف الكره حتى توقف ما يدخلش الكره كتلعب عاد كيدخل ما كتخرجش كتوقف عاوتاني الكره عاد كيمكن لا هنا تيقول له دخل هما لاعبين تيقول له دخل انا كيبان لي شي ساعه فكره فقط يمكن تلاحل الجامعه انه اين بوا طيح وتخرج خاصك تخرج حتى تكمل الكره عاد يمكن تدخل هذا واحد ما غادي يتم مدرب ما غادي يخرج له واحد دقيقه ولا جوج مزيانه خطوره بالنسبه للجماهير سي تاعي انت واقيلا خطرت في الفكره تاعي انا كيبان لي من اليوم فصاعدا غتلعب فقط الجماهير المحليه اللي مدخله تدخل الجماهير تاعها الفريق الزائر ما تجيش على الجماهير الاستغنائيه يعمروا التيران ديالهم يلعبوا المقابله ديالهم ويلعبوا فقط بالجماهير المحليه يا صافي هذا غنهيو الاشكال سي تاعي بصفه نهائيه شكرا لك بارك الله فيك انا متفق معك شوف انا غنبقى متفق مع انه الا كان الشك في يعني انه هذه المباراه هذه غتسبب لنا في واحد اللعاب ماشي قلت واحد الجمهور غيتضرب غير تخلعوه ما يتخلعش حيت المواطن خصو يكون مأمن في مأمن ماشي انه الانسان خرج مراته وولادو غادي في الشارع تيقلبوا على طاكسي شبان لهم الجمهور تشدهم الرعبه اش واقع خارجين من التيران واش ما نبقاو نخرجوا نهار الكره نوقفوا الحركه ما نخرجوا هنا كاين الجمهور ديال واحد الفرقه جاي من المدينه راه ما عندها حتى شي معنى هادشي انا ما انا ضد الجمهور يتنقل ما دام انه كاين هاد الاسماء هادي ما صايم مساله عاديه لا الملعب مين تيخرج منه الجمهور ما كاينش شي ملعب فيه طريق وحده تدخل تلقى الملعب داير كله هنا طريق هنا زنقه شحال خصك ديال البوليس
واش حنا كل 10 غندير لهم 10 ديال البوليس؟ ما عندنا حتى شي معنى. لا وانت غادي ورد البال عندك هاد الجمهور هابط هما مالين الكره خارجين وغتولي هما مالين الكره الله ودي من هاد الحاله هادي. لا الناس ولاد المدينه ما كاين حتى مشكل مع هذا ما تنظنش بانهم غيبقاو يضربوا بيناتهم والله يستر، ولكن اللي باش يكونوا ها الوانات ما نجبدش شي لون عاوتاني يقول لك لا باش بالك غير هاد اللون هماين هاد اللون مع هماين هاد اللون هما تلاقاو هنا هما خرجوا من هاد الزنقه هادي هما طلعوا لهاد العماره الله ودي شاد شي هذا. لا ماشي كره هادي. السي عبد الرحيم من اكادير. السي عبد الرحيم مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سعيد تحياتي واحترامي. الله يحفظك اسي بارك الله فيك. الله يبارك فيك. انا رابط نعود نرجع فاك الموضوع ديال الشغب لانه اصبح يعني مرض وما خصوش نكونوا تنعلنوا الفشل ديالنا يعني تجاه هذا الوضع لانه هذا مشكل خرجنا ليه قانون تاع 09090 في 2011 وتيبان بانه صباح راه ماشي راه حنا عندنا معرفه ومن عائلتنا حتى رجال السلطه اللي ولا تيكون ارق عندهم ذاك اليوم معلوم 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 لا تيرفدوا الهم زياده على ناس تجار على اهل على ولكن انا راه ما نكذب عليك راه كتبت لك في واحد سميتو انا اللي كتبت كنت ارهاب ما بقيتش نسميه شغب لانه يرهب الناس معلوم يرهب شو الارهاب الارهاب ماشي حاجه اللي هي الارهاب تترهب الناس ولاو تيكونوا نهار الماتش راه يعني ناس امنين وهذا تنحملوا انا الان الدوله خصها تحمل مسؤوليتها الى 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 كنا مسؤولين كمجتمع رياضي وعاد يعني المسؤولين يعني لا السياسيين ولا الناس الاجتماعيين ولا الناس المثقفين خصهم يتدخلوا في هذا الامر باش يكون حد. انا تندوي معاك فوق 60 سنه في عمري ومتابع الكره يعني من طفل صغير لانه عندي اهتمام كبير والحمد لله كنت نقول بانه هذا المجال زعما مجال ديال الفرجه والمتعه ولو انه تيحمل معاه ثاني ما تيحمل من احيانا من نكسات نفسيه وصعوبات وكذا ولكن تنعوضوا به وتنمشيو. هادشي اللي ولا تيوقع يعني لا يجب السماح فيه لا اللي وقع في وجده في السنه الماضيه ولا في ريبكا ولا اللي وقع في اكادير ولا لا سميتو. انا عندي حالات الان ما غاديش نطول عليك باش ما نقولكش ولكن كي قلتي دائما الحلول هي الافضل. الحلول هو راه تنشوفوها الان في الغرب راه تتحط لك يعني تتكون لعبه البارسا مع الريال ولا في الانجليز ولا راه الجمهور معزول ديال الفريق ومعطيه الحصه ديالو ومعطيه المكان ديالو وباين وتيكون مراقب لا الجمهور العام ديال الفريق المحلي ولا ديال الفريق الزائر. اذا نبداو نحسبوا بانه الفرقه اللي هي مستقبله متحكمه في الجمهور ما بقيش الجمهور تيتحكم فيها من خارج المدينه. ومن ناحيه ثانيه خصنا نعرفوا بانه راه حنا شويه تنضخموا في بعض الفرق اكثر من اللازم حتى اننا قتلنا الرياضه قتلنا الرياضه بهذا المعنى. راه الا بينا نقولوا كلمه بسيطه واش الدار البيضاء اللي كانت فيها مثلا 2 مليون 60 في 70 كانت فيها 5 الفرق و 4 الفرق يعني كبيره فاذا به ملي ولات فيها 12 مليون و 16 مليون يمكن نسمه فيها 2 فرق يعني اننا شحال بيكون في هذه الفرقه كاع من اللاعب بيكون 30 بيكون 40 وماذا سيبقى؟ فيبقى لنا الاخر جمهور. حتى ولات يعني اننا احيانا تنتفرجوا في الجمهور اكثر ما تنتفرجوا. صحيح صحيح صحيح. ولينا يعني اننا ضخمنا ظاهره الجمهور حتى ولينا مرض الجمهور. بالتالي راه في ذاك الجمهور كانوا الناس اللي بيكونوا في فرق اخرين ولعاب وانا ما بغيتش نقول كلام باش ما باش ما نضر حتى شي لانه لا 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 في كاين فئات صغيره ديال اللي تيتفرجوا كان بامكانهم يكونوا تيلعبوا. صراحة ما متفقين لا لا متفقين لا كاين فيهم انه يمكن مشي يلعبوا وما تيتفرجوا لا ما يعني انا متفق معك يعني راه الفئات ديال الصغار كاينين يلعبوا الكره يلعبوا رياضه اخرى هادشي اللي كاين راه كبينا كلشي في زلافه واحده. يا سي عبد الرحيم يلعبوا الكره ويحبوا. شكرا لك شكرا لك على المداخله ديالك. السي محمد من الدار البيضاء. السي محمد مساء الخير. السلام عليكم اخويا سعيد زادوق. مرحبا سي محمد. كنشكرك اخويا سعيد زادوق وكنشكر كل عامين برادي بليس واخت مستقبليه المكالمات. عندي واحد ثلاثه نقيطات اخويا راه شحال ما دويت معاك بالزربه. غير انا كنحيي البارح الزميل ديالك بدر الدين الادريسي قال واحد الكلمه مهمه. واحد الكلمه قالها في الصميم وكنبغي نقولها لكم ما كنعرفش نوصلها هو وصلها البارح بديك اللغه العربيه الجميله ديالو. قال لك اصبحت الرداء هي القاعده والجوده هي الاستثناء. وهذا كلام صحيح. الرداء هي القاعده والجوده الى الاستثناء. وانت ومجموعه من الصحفيين كنحييكم لانكم عندكم الجوده. ايوا الحمد لله نطلبوا الله دابا مجموعه اخويا نطلبوا الله تبقى عندنا هذه الجوده هذه. لا غير لا انا كنحييك الشيء سعيد انا انت من خيره الصحفيين ماشي غير انت انتم والناس اللي كانوا معك. يا لازم معك مجموعه كان معك حسن الحريري كان معك الحمر سمع من ابو سهل مجموعه من الصحفيين كنحييهم وكاين الناس ديال الرداءه شغلهم هذاك.
غير اخويا دابا مجموعه من دابا الناس كيتصلوا بك بعض الناس وهذا كنتمنى بعض الصحاب نتمنى لك توضح حالهم كيقول لك مهدي النفطي مدرب تونسي مهدي النفطي ماشي مدرب تونسي مدرب فرنسي ومدرب تونسي ومدرب مغربي راه مو مغربيه عنده الجنسيه المغربيه بقوه القانون لا شوف مغربيه هذا هو كاين هنا في الدار البيضاء سي محمد سي محمد غير باش ما نديرش غير باش انا ما نبغيش ندير منها جدال انا تنعتبره تونسي حيت له مع الفريق التونسي ضد المغرب مغربيه قوه القانون كنعطي انشيني واخا اسمح لي دابا انا ما تنذكرش على هذا حيت هذا ماشي مشكل هذا وفين كاين المشكل هو مغربي 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 ما كاين حتى مشكل لا مغربي لا اسمح لي غير ما نردوش منها دابا حنايا كرياضي حنا تناخذو انه لعب ضد المغرب بانه تونسي وصافي ماشي وانا عرفت لك اخويا سعيد زادوق شي والله هذاك المهدي النفطي شي يقول اجا فيا ما ديال فوزي القجع حتى غادي يلعب مع المنتخب المغربي لان ديك الساعه واحد ما قنعوا يلعب مع المنتخب دابا اللي حصل حصل دابا فين كاين المشكل انا عطيت فين كاين المشكل فين كاين الطبقه ديال اللي مشي بوبو دوك نعرفو ماش كانوا فين كاين المشكل فين كاين المشكل دابا فين كاين المشكل في التسميه ديالو هذاك مدرب مغربي ما كاين مغربي ها هو النفطي مدرب مغربي صافي المدربين في المغرب ما كاين مشكل نمشيو ما دابا انت غير بغيتي تخلق واحد البوليميك ماشي حاجه ما كايناش كنقول لك ما خلقتش شي حاجه ما كاين حتى مشكل مغربي النفطي مغربي سير وعجبني البارح في المقابله ديال تطوان لانه ماركاو البيت الاول واخا ماركاو تطوان راسهم زادوا ماركاو البيت الثاني والبيت الثالث يعني ما غلطش اللور اييه هادي عجبون عجبني انا ماشي كنقول البصمه ديالو ولكن المدرب في المستوى لانه كان لاعب راه لعب مع وليد الكراكي ولعب مع المدرب ديال الارجنتين المدرب ديال الارجنتين راه كان كيلعب معاهم حتى هو ثاني حاجه اخويا ثالث حاجه الشغب وعلى حاجه اكل الشغب اخويا انا نقول لك سعيد زادوق وانا ما بغيتش نسمي الشغب لان هذوك الناس اللي كانوا غاديين انا نسميهم جمهور هذوك عصابات منظمه اختاروا الزمن اختاروا الزمن وقدو اختاروا مكان في بلاصه اخرى اختاروا تطوان قدو اختاروا واد الزم قدو اختاروا فقيه بن صالح قدو اختاروا اي بلاصه هما كانوا مشاو عاش العاش مشاو هذوك ما دخلوش بلاد تيران مشاو داروا الفوضى في خارج تيران داروا مجموعه من لا غير اسمح لي غير باش يعني واش تهضر على كاع اللي مشى تطوان لا 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 فوالا لا لا, لا, لا ميز قول اوديك الجمهور ديال وليد راه مشى تفرج فوالا قلت لك كاين البعض كنتكلم مع الجمهور ديال وليد لا ما كاين حتى مشكل لا غير باش نقلت لهم بالوداد باش نقول صراحه خلينا غير باش نتذكروا باش نحطوا كل حاجه في المكان ديالها المناسب هادشي هو القصد ديالي تفضل سي سعيد هادوك انا عايق بهم هادوك اللي هادوك انا عايق بهم راه ما غاديش لقاو شي واحد ما غاديش يلقاو البوني انا داك مشاو علاش مشاو مشاو اختاروا في الزمن راه اختاروا واحد الزمن مناسب راه واحد الزمن خطير هذاك الزمن اللي اختاروا علاش مشاو لان الوداد كتمر من المشاكل قالوا الا خسرات الوداد غادي نستغلوا فرصه وغادي نخربوا مدينه تطوان باش كلشي ما غاديش يبقى يهضر على الخساره ديال الوداد غادي يهضر على الشغب ما غاديش يبقى يهضر على الخساره لهالدرجه كاع اختاروا اختاروا التوقيت لان الجامعه اليوم ولا غدا غتصدر القضاء غادي يصدر الحكم النهائي لدوك المجرمين اللي مشاو كيتلاعبوا في التذاكر تنهار 16 هذيك ماشي باقي ماشي اليوم مهم هذوك اللي مشاو كيتلاعبوا في التذاكر بغاو يشوشوا على هذيك القضيه باش نحنا نبقاو نهضروا على الشغب لا راه كاين ناس يا لا سي محمد الاخوان خارج المغرب تينتظروا لا غنتكلم معك اخويا سي لا 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 حيت كاين شي ناس كانوا كيديروا الجماهير ديالهم طلاميس هما دابا غادي نفوز القجع ماشي غادي غير نحيدو من الرياضه غينتابعو قضائيا غادي يمشيو للحبس ثاني حاجه اخويا سي المتابعه قضائيا ماشي بالضروره ماشي بالضروره الحبس القضائيا لا غنتابعو قضائيا قالك انا قلت لك المتابعه القضائيه القضاء هو اللي يحدد واش الحبس ولا ماشي الحبس منهم يدخلوا للحبس لا شوف الا تبت عليه لا علاش تتمنى خلي القضاء انت باغي تسبق القضاء لا ما سبقش القضاء فوالا صافي القضاء سلطه مستقله عندهم 70 مليون داشر التذاكر يلا سي محمد شكرا لك الاخوان من ايطاليا ومن فرنسا تنتظروا سي حميد من ايطاليا سي حميد ما كاين مشكل سي حميد مرحبا السلام عليكم سيدي عليكم السلام سي حميد مرحبا سيدي مرحبا واحد غير واحد النداء للناس اللي كيتصلوا واللي غادي يتصلوا تيطولوا بزاف الله يرحمكم الوالدين كل واحد ياخذ واحد التدخل ويخلي كل واحد من حقه ايوا انت راه كل واحد راه بعجالة الله يجازيكم بخير كاع اللي كيسمعونا كاع كلهم الله يرحمكم الوالدين بعجالة بغيت نقول غير واحد النقطة على الشغب ديال الجمهور الله يجازيك بخير بغيت نسقسيك السي سعيد واش حنا عندنا شي قوانين فجريه في اللي كيدخل التيران واللي كيدير الشغب في التيران لانني ما عارفش واش عندنا مثلا اللي دخل التيران واش عنده جنحه ولا عنده يعني عنده واحد نص قانوني كيقدر يتعاقب عليه ولا ما عندناش في المغرب يعني اللي كيدخل التيران او كيشير بقرعه او كيدير شي حاجه وشي نوع من انواع الشغب انا حيت ما عنديش فكره لا هي شوف ان اولا هذاك اللي تيرمي القرعه ما تيمكن لكش تضبطو ما غتشوفوش صفوت الالاف ديال الجماهير
العقوبه اللي كاينه هي اسمعني هي كي هي كاينه عقوبات ديال انه اللي رمى القنينات ولا دار شي حاجه عنده واحد خطيه ديال 20 30 الف درهم ولا تيتوقف في الملعب هذا هو اللي كاين ولكن كشخص هادو الاشخاص تيتحاسبوا الا ما تيتعتقل تيمارس الاجرام الاعتداء على الممتلكات ديال الغير هذا دخلتي للقانون الجنائي ماشي ما عندها علاقه بكره القدم الله ينورك السي سعيد لا بغيت نسول هذا السؤال علاش لان في اوروبا انهم حاولوا انهم يحاربوا الشغب لان كانوا هما في الشغب قبل من الشغب ديالنا ولكن المقاربه اللي داروا اللي عطات الاكل ديالها هي المقاربه الامنيه والمقاربه الزجريه المقاربه الامنيه والمقاربه الزجريه يعني كان عندها واحد التاثير كبير يعني مثلا اللي هذوك اللي كانوا كيحيدوا حوايجهم ويدخلوا مثلا التيران هنا في اوروبا يعني ولات كما كنسموها حنا بالعربيه جنحه وكياخذ عليها واحد الخطيه كبيره وتمنع من التيران يعني كما كنقول الدوسي ديالو كيتوسخ يعني كيولي الانسان قبل ما يدخل التيران او يدير شي حاجه كيفكر 180 الف مره بحال غنقول دابا حنا كنشوفوا مثلا الملعب انفيزيه ان الجمهور تقريبا واقف حدا اللاعبين وما تقيسوش كاع عارفين الا قاسو مشى يعطيك السر يعني حنا هذه المقاربه الامنيه خصنا نشوفوها حتى هي بالنسبه يعني مثلا المقاربه الامنيه وعادي عاوتاني وثاني حاجه هذاك الدخول يعني شكون اللي كيدير هذا الشغب يعني على حد نظره انا ملي كنشوف داك الشيء في التلفازه ولا في وسائل التواصل الاجتماعي اللي كيبانوا لي القاصرين كاين كثار منهم شوف حنا شوف الملاعب ديالنا حنا بحكم انه بلد شاب راه حنا الملاعب ديالنا الا كان فيها 60000 فيها الصغار كثار اي يعطيك السر ولكن خصنا هاد القاصرين يكون معاهم اولياء ديالهم باش القاصر اللي دار شي جرم ولا شي حاجه خصو حتى هو يتعاقب عليه ماشي هو كشخص لانه قاصر ولكن هذاك الانسان اللي كان مكلف بمدخله هذا يعني هو اللي كاين اشكال وما قديناش نتغلبوا عليه لانه من بعد ما تتبعوا التذاكر واحد تيشري اربعه ديال التذاكر عطاهم ثلاثه القاصرين ولما تيجي اسمح لي غير نقول لك لما يجيك الباب الملعب واحد 600 ولا 700 واحد قاصير كي غدير ليهم انت تولي تقول الله ما ندخلهم ولا يبقاو يدوروا ليا لا ما يدخلوش صعيب العمليه ايوا على بحال شكرا لك سي حميد بارك الله فيك شكرا لك مشي لعند سي احمد من فرنسا سي احمد مساء الخير سي احمد سي سعيد مرحبا سي احمد عليكم السلام سي سعيد مرحبا سي مرحبا المعزه ديالك انت اللي تدخل الله يحفظك سي بارك الله فيك يطول عمرك سي بارك الله فيك مرحبا سي سعيد انا في مونبولي هو التيران بعيد عليا تقريبا 1000 متر ولا 1500 ديما المقابلات وكاين اصعب الجرائم اللي كاينو ما يقدروش يديروهم السي سعيد في المقابله الاجرام موجود في الايام العاديه وفي الماتش راه ما يدار حتى شي حاجه السي سعيد كاين واحد الباركينغ كبير كيجيو الناس اللي غادي الفرقه اللي داخله كيجي الجمهور ديالها في الباركينغ ما يمشيش حتى شي بلاصه دايرين لهم المحل ديال الماكله وكل شيء ما يمشي لا الحانوت لا والو دايرين لهم المحلات دوك الكاميونات اييه ما يخرجش حتى شي بلاصه سي سعيد ويلا خرج جايب ليو دايرين حدا التيران ويلا خرج قلت لك الا خرج لا ما كاين في غيديو ديريكسيون ديال التيران سي سعيد ما كاينش يمشي لشي مدينه ولا شي حاجه الا جاي من مارسيل ولا هذا ما عنده فين يمشي والبيي سي سعيد انا كنت في المغرب كنت مراقب مالي البيي سي سعيد خص مولاه اللي يدخل ومولاه اللي يشريه ويكون بلاكارد ناسيونال ديالو هاكاك وفاش يعني داك التذكيره اللي غتباع انت عرفتيها لما عطيتيها للسي احمد اللي ما يمكنش يشدها شي واحد اخر واللي غادي يرجع ثاني غيرجع نيت من المراقبه ديال البوليس اللي غادي يرجع للكار سي سعيد اللي ما كاينش هو اللي كاين فيه الاجرام هو اللي يدير شي حاجه وما نطولش عليك سي سعيد المهم خص البي ياخذوا مولاه سي سعيد بلاك يا صاحبي بحال تذكيره ديال الطياره صافي سي سعيد شوف الناس كي واخا حنا داك المشكل اللي في خاطر شوف الناس اللي مشات سي سعيد كيمثلونا وجاو الناس هدموا كل شيء سي سعيد صحيح يلا شكرا سي احمد بارك الله فيك شكرا لك سي احمد من فرنسا باقي الفاصل نمشي عند سي المهدي من مراكش سي المهدي مساء الخير السلام عليكم سي سعيد وعليكم السلام سي المهدي حياك الله سي سعيد بخير الله يبارك فيك سي بارك الله فيك شكرا لك سي سعيد وتحيه لك ولجميع متابعيك مرحبا بالنسبه لي سي سعيد كاين بعض النقاط غادي نشيلو بعجاله
بالنسبه لي سي سعيد المشاكل التي شعينا منها يعني الفرق الوطنيه على مستوى البطوله المحليه بقينا كنسمعوا مؤخرا هي لا تعكس يعني ما وصل المستوى اللي وصل ليه المنتخب الوطني والمستمون ديال اللي شفنا اذن خص لي يتم القطع مع هذه المشاكل صافي بطوله احترافيه وكنفكر على كلمه احترافيه والمرتبه اللي وصلنا لها يعني وحنا مقبلين على تنظيم مجموعه من التحقيقات الدوليه اذا لا داعي نبقاو نسمعوا مثلا فرقه خصها الفلوس ولا فرقه كتجمع الاموال ولا فرقه ولا الشباب اذا مجموعه من الامور صافي خص يتم الحسم فيها لان من الكبار بين قوسين يعني بعض المستوى يعني المرتبه الرابعه راه شي حاجه اللي هي ما سهلاش هذا الجهه من جهه فاسي سعيد بالنسبه لمساله الشباب والتعاطي معها في تقديري لا بد من المقاربه اللي هي شامله لان المساله راه مركبه ماشي يعني صافي حل بسيط ولا المقاربه الرياضيه بالنسبه للفرق خصو يتحمل مسؤوليتهم لان داك الجمهور كاين كل فريق ارتكب شي واحد شي مخالفه ولا دار شي حاجه خصو يتعاقب الفريق والا خصو يطر الجمهور ديالو هذا من ناحيه يعني المسؤوليه ديال الفريق كاينه المسؤوليه الاسريه يعني الاسره حتى هي كتحمل مسؤوليتها في التربيه الى غير ذلك مساله تعليميه المؤسسات التعليميه يعني هذه المقاربه خص يكون كل الجانب يعني يتحمل مسؤوليته المجتمع المدني وهنا لا بد من الاشراف فقط المقاربه الامنيه ايضا لا بد من قوانين تجريه يعني الافراد معينين الى ذلك وبالنسبه لي غادي نرجع لواحد المكالمه واحد يعني واحد تدخل بسرعه سلم هذه بسرعه احد المتدخلين اقترح العوده يعني اقترح 5% للجمهور المتنقل كناخذ مثال مثلا انا شخصيا انا ولادي من الرشيديه كنبغي الوداد لو كان استقبلت انا في الرشيديه نشجع الوداد ما نشجعش الرشيديه مثلا ولا كان يعني واخا نعتبر انني من الرشيديه ولكن غادي ندخل ما كنمثلش 5% ديال الوداد غادي نقطع الورقه كيما وقع في تطوان الجمهور ديال تطوان ولكن ودادي كيشجع الوداد اي اي ولا الرجاء ولا بصفه عامه نعطيك مثال يعني يعني واحد النقطه اخيره اللي كممكن بالنسبه لي واحد المتدخل تدخل على مساله الصحافي يعني الصحفيين وربما ان قال يعني انت قلت لي اعطيني ارقام ولا اعطيني اسلامي اويه ديال الصحفيين اللي عندهم مثلا توجه معين انا بالنسبه لي المشاكل يعني ماشي بالضروره الصحفي تقدر تكون حتى في المؤسسه الاعلاميه علاش لان احيانا المؤسسه الاعلاميه كتكون وخاصه مع دور رقمي مع دور رقمي ولينا كنشوفوا ان يعني كيقلبوا على عدد المشاركين وعدد يعني الكثرات من الجوده والكفاءه صافي تقدير هذا هو يعني شكرا لك سي محمد بارك الله فيك وان كان انه يعني درتي واحد القراءه بجميع المواضيع وكل موضوع بحد ذاته خصو نقاش شكرا لك على المداخله ديالك غندير واحد الفاصل ونرجع للمستمعين الكرام انتم دائما مع برنامج النقاش في الرياضه على اثير غادي بلس في تواصل مع المستمعين الشغب ديال الملاعب ظاهره غير صحيه في سعيد منتخب 70 واش كان منتخب قوي ما عارفين عليه والو ما خصني شويه ديال الوقت باش نهضر لك على المنتخب ديال 70 لانه لما تقول 70 تنذكروا على المنتخب اللي مشى لكاس العالم في 70 وتنذكروا على المنتخب اللي فاز بالدوري ديال القنيطره اللي كان في سوريا وتنذكروا على المنتخب اللي ادى كاس افريقيا في 76 وتنذكروا على بزاف ديال 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 الامور تنذكروا على الكره الذهبيه اللي فزنا بها في 75 مع احمد فراس وبزاف ديال الامور اللي يمكن نهضروا عليها ولكن الوقت مطلوب على نبقى في الدين ديالي شي نهار نهضروا على هذه القضيه هذه مشي عند السي عبد الرحيم من مراكش سي عبد الرحيم مساء الخير مساء النور خويا سعيد نعم سيدي خويا سعيد بغيت نشير لواحد مداخله عفاك تفضل الاسبوع الماضي واحد السيد تكلم على المنظومه كره القدم المهم معروفه فيها الرئيس فيها الطاقم التقني على راسه المدرب وفيها اللاعب ثم الجمهور احنا عندنا منظومه اللي شرفتنا هي المنظومه تاعت الفريق الوطني المغربي مؤخرا في قطر منظومه كامله متكامله عطاتنا واحد باقي احنا لحد الان تنعيشوا هذيك النشوه اللي محال واش ننساوها كاع نهائيا عطانا الرئيس دابا هو قدوه لنا للرئيس وبالنسبه للطاقم التقني كذلك برئاسه المدرب اللي هو الركراكي هو كذلك قدوه للمدربين اييه واللاعب كذلك اللاعبين اللي قدموا
شيء عظيم. تهما قدوة اللاعبين. أيه. ثم المسألة الثالثة هي الأخيرة الجمهور. الجمهور قدوة للجمهور مبدئيا. أيه. خص كل شيء يكون بحال كأس العالم. الله يجزيك بخير. أيه. هذا عندنا بحال شي شانتيو نحن نعود. أيه صافي هذا هو لي شانتيو وهذا. أنا بغيت نعود نناقش معاك وقت ما تدخلت نناقش معاك واحد الجزء واحد من هذا الشيء. أيه. مثلا الآن نمشي للرئيس. الرئيس غادي نكون شويه قاسي مع الرؤساء. حنا ما انا ما كنعرف حتى رئيس تعرف شي شباب. بالنسبه للرئيس اللي كيبان بالنسبه لفوزي القجاع هو واحد الروح وطنيه بغى البلاد بغى صوره البلاد. حنا انا بغيت نقول للرئيس اي رئيس ديال اي فريق الله يرحم باك اللي جاي يقلب على الفلوس باش في الرئاسه تاعك النوادي راه ماشي موقع هذا ديال الفلوس يمشي للتجاره. لا كيفاش يقلب على الفلوس؟ جاي يدير الفلوس زعما جاب بوسائل جاب غا الفلوس غايب. حنا انا ما تنعرفها. لا هو دابا انا خصني نوضح دابا على واش كاع الرؤساء جاي باش يديو الفلوس. لا 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 لا, لا, لا انا غير هذا واحد هذه رساله لهذوك الناس. انت ما بغيتش نجزا ونقسم هذوك الناس اللي جاو اللي واخدين رئاسة النوادي على اساس انهم بغاو الفلوس او بغاو شهرة او بغاو كذا. هذه لا لا دابا انت ما موضح شي. دابا هاد حنا تنقلبوا على الرؤساء عندهم الفلوس باش يعاونوا. انت غتقول لي بان وجهوا على ود الفلوس. راه المشكله خويا السعيد عنده الفلوس وجاو بغا اللي بغا اللي عنده واد بغا جوج واللي اللي عنده جوج بغا ثلاثه. لا ولكن لا اسمح لي ما واش انت واش هذه هي القاعده بدا بالرؤساء كلهم جاوا باش يديو فلوس. لا ماشي ما فهمتينيش اخويا. ايوا بغيت نفهم. انا بغيت نفهم شنو. لا انا تنقول لك واحد البعض ما غاديش نسميه. لا شوف انا شوف حيت صعيب راه ما يمكنش الواحد يجي بحالك. وحنا بغينا نديرو نصلحو المنظومه ومن هاد المنظومه اللي بغينا نصلحو حتى هاد الطريقة ديال النقاش. أنا غنحكم على أن البعض جاي يدي. أنا ما نقبلهاش حيت أنا ما عنديش معطيات ونجي نحكم بأن واحد بغى يدي. إلا جاو لك هاد الرؤساء راه كل واحد يقول لك أنا راني خاسر مع هاد الفرقة يعني شحال عطيت وشحال خسرت. أخويا السعيد متفق معك. كاين اللي خسر كاين اللي خسر ولكن أغلبية كاين اللي جاي يدي. لا اسمح لي سي عبد الرحيم شكرا لك. لا دابا انت تتهم الناس. انا ما نقدرش نقول ندوز هذا الشيء. هذا انت الا عندك حاله حاس بها تيدي ما كاين حتى مشكل في شي فريق. سير قول لهم ودي هذا السيد راه داها الدليل وسير المحكمه وانتهى الامر. ما لا اللي جا باش يدي ماشي كل جاي يدي ولا النقاش ديالنا حتى هو هكا راه فيه اتهام بهذا الشكل. انا واحد السيد راه جاي يدي. ايوا راه الناس راه معروفين شكون هما وشكون اللي تيدي. لا انا تنزل الناس على انهم يجيو يديوه. تنقول تنذكر على سوء تدبير سوء تسيير ممارسات. ولكني باش نجي نقول واحد راه جاي يدي ما عندي الصلاحيه ما نقدش على هادشي. هذا واحد غايقولها ما عنده باش يتحاسب انا هو ما جاي يدي وباش عرفتي غايدي. لا 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 تنتحرجوا بهذا الكلام بهذا الشكل هكايا. انا ما يعني انا راه ما نقدرش نقول بانه السيد اتصل بيا لا راه صيفطوا واحد السيد باش يقول هذا الكلام هكايا. ما عنديش انا هضر مع واحد السيد عادي وحصرت هكايا. انا راه ما تبقاش الاول. سي امين من الدار البيضاء. سي امين مساء الخير. مساء الخير. نعم سيدي مرحبا. بغيت نهضر معاك على مفهوم ديال الشغب. حدا الشيء اللي كيوقع ماشي شغب بالتعيد هو اجرام. اي ما اكيد حيت الشغب كيوقع في الملعب. هذا الشيء اللي وقع في تطوان هو خارج الملعب يعني كيتسموا مجرمين. هادو اللي داروا هادشي ماشي شغب هو كيتسمى اجرام يعني من ضوء يعني دوك الناس اللي مشاو. شوف الواحد لما انا ما يسمح لي ما تربوش نقاطع الناس بزاف ولكن الواحد لما تيسرق راه جريمه السرقه. هادوك الناس اللي مشاو لتطوان هما عصابه اجراميه ماشي كيتسموا الطرا ولا شي حاجه هما عصابه. لا ماشي لا غير ماشي كلشي ماشي ما عاد تقول لي عاوتاني اللي مشى لتطوان واش كاع اللي مشى لتطوان مجرم. حيت كنشوفوا هاد الالتراء كتحتاض غير عصابات اجراميه كلهم. لا 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 لا, لا, لا كاين ناس اللي ها السيد ولا اسمح لي ها السيد ديال فاس. السيد ديال فاس قال بانه الناس ديال فاس يعني ما بقاو تيديروا لها هادي من ضمنهم بطرق مزيانه. علاش انا غنجمع كل شيء ونقول الاترات كلهم جماعه ديال المجرمين؟ لا ابدا لا. خلي دائما ديك ديال داك الخط ديال الرجعه البعض. سي امين تقطع له الخط. لا ماشي عاود من اللي مشى لتطوان مجرم. لا ماشي هاد الاحداث اللي ترتكبات وحنا هضرنا على شي ميران وتكرار. راه قلنا بانه راه ماشي اي واحد مشى مع شي فريق ديالو بنية إجرامية. يمكن يكونوا وحدين مشاو بنية إجرامية
ولكن واش انا نقبط انا كلشي نقول بانهم مجرمين؟ لا، واش كاين شي واحد اللي مشبع واحد مصاب السياره ديالو تسوى 60 مليون حتى هو مجرم؟ لا، راه كاين اللي مشى يتفرج الكره تيبغي الفرقه ديالو بغى يشوفها، وكاين اللي مشى بات تماك ولو عنده امكانيه باش يتفرج في المقابله ويبات وعادي يرجع حتى لغد للصباح. ماشي بالضروره انهم كلشي مشى في تريبورتور وكلشي مشى معلق، يمكن كاين هاد الناس هاد الفئه من هكايا ما كاين الله يحسن ليها وانا ما عنده باش يمشي تيبغي الفرقه ديالو، وكاين اللي غيمشي طالب بغى غير يتفرج الكره ودخل في واحد الموجه ديال الجرى. ماشي عاوتاني الا غنقولوا كلشي مجرم غادي نكونوا حنايا هذا هو اكبر اجرام، هو اللي غندير ان كاع اللي مشاو مجرمين. لا سي عبد الغني من مراكش. سي عبد الغني مساء الخير. السلام عليكم سيدي سعد. عليكم السلام ورحمه الله. غادي نرجعوا لدائره الشغب لانه هاد الشغب مهمه ما كاين مشكل. شوف سيدي سعد، كاين بعداك بعض الجماهير المحليه اللي تتضرب الفرقه ديالها وخصوصا ديك الشهوب اللي تترميهم، راه تيولي مدخله الفرقه مثلا تنقول بتربح معاهم 30000 درهم وتيتولي تخسر تيخلصوا 20000 درهم. عاد غادي نرجع للشغب. شوف سي سعيد، انا متفق معك 100% بانه خصنا حنا دوكا في المغرب كي قلت لك واحد العام ولا عامين نحبسوا الجمهور يخرج مع الفرقه ديالو كيما بغا تكون، ودوك الناس اللي تيقولوا لي كيف اللي منظمين واللي تبارك الله عز عليهم الكره راه غادي يمشي. انا مثلا مراكشي وتابع مثلا الكوكاب وغادي الكوكاب في الدار البيضاء، راه غادي نمشي ندخل نقعد حدا الجمهور ديال الوداد، ما غاديش نكون تنتغوت بداك الغواد وغادي نرفع ديك الحرف ديك الفرحه المخبيه على ماركه الكوكاب. اي ما عرفني حد، ما عرفني حد. أيه. الناس تساعد والله الا درنا فاش كنبقاو كتقول اييه دارت الرباط ومشيت لكازا ومشيت للسطات ومشيت مخبي كي تنقولوا ما تنتغوتوا ما تيتغوتوا معنا تنمشيو للحاضري باش نترجعوا. شوف سي سعيد، هذه القضيه ديال الشغاب حنا دروك عندنا داك لو تيست كي تيقولوا داك الاختبار ديال الكحول، هذوك اللي انا متاكد منهم وتنهضر معك سي سعيد لانه تنشوفهم في مراكش شنو كيديروا. راه واحد المجموعه تبغلي يدخلوا. نعم اخويا عاودي الفقره. واحد المجموعه من الناس في مراكش مالهم ما تيمشيوش ما كويرياش هذاك النهار ديال نهار الحد مرات 15 يوم تيتفقوا وتيتلاقاو تيديروا فين تيتلاقاو بالماطور تيسدوا الشوارع وتيمشيو بالماطور في التريبورترز حتى تيوصلوا للتيران. ما تيكونوش في حالتهم الطبيعيه، ما عادش كلهم الاغلبيه فيهم تاخذ دوك كيتقولوا القرقوبي ولا داك الشيء هذوك اللي راه هذوك ما يمكنش تحصلوا، وبالتالي هذاك الشيء مع ديك الغوات ديالو والصداع ديالو تيسخن الراس غادي تيسخن غادي تيسخن سواء بحال الفرقه سواء ما ربحات تيخرج يتصدع معنا. شنو هو الحل؟ راه الحل سي سعيد ما كاينش في هذا الشيء اللي تنقولوا حنا وما يمكنش حنا نديروا الحل. واش نمنعوا الناس ما تدخلش للتيران كاع واخا حتى في بلادهم؟ راه هذا الشيء هذا سي سعيد واحد الظاهره اللي انا والله العظيم لا تنخطر فيها. ونهار الحد تنكون تنلعب الكره الحديديه في واحد الشارع اللي تيدوزوا منه راه خصك تشوف كي تيدوزوا، وهذه هي التروازيام سيري راه تيدوزوا فوق الماطر ثلاثه واربعه فوق موتور واحد. اييه عادي تريبورتات يعني عامرين وفوق الشاحنات عامرين راه غير الله اللي تيستر. استر الله. هاد بلاتي هاد البوليس وهاد القوات المساعده وهاد الدركه الا شحال بيكون علاش كل واحد لا تيقول لا تيقول لك لا راه كاين جدرميه في الطريق شاين ونوقف انا 70 كاميو بحجر راه تيزفوا حنا ما دخلنا مع موال حتى نلعبوا الكره الحديديه وتيزفوا عندنا بالحجر باش نسمعوا منهم الكلام. شوف سي سعيد راه خلاصه القول راه الرياضه راه هاد الشيء هذا اللي تيجي ليها راه عنده شي فكره اخرى خصنا فين نحبسوا كي قلتي ما خصهمش يجيو كلهم للتيران، خصهم يمشيو يلعبوا الرياضه ولا يمشيو لشي مجال اللي هما يقدروا يبدعوا فيه. ما هادو راه غير ما لقاو ما يديروا وتيجيو اليوم بين نتخاصموا غادي ندخلوا للتيران وبين نغوتوا. يلاه شكرا لك سي عبد الغني بارك الله فيك. باقي عندي جوج ديال المكالمات من مراكش، ناخذ السي حسن. السي حسن مشى السي حسن، ناخذ السي محسن. السلام عليكم سي سعيد. مرحبا. تحياتي سي سعيد. الله يحفظك سي بارك الله فيك. الله يكرمك. سي سعيد تطرق معك هذه الظاهره الخطيره ديال الشغب. ايوا كاختصار سي سعيد واش نتطرق معك كمحب ولا كشخص كيتنقل مع الفريق ديالو لبعض المدن المغربيه؟ لا بجوج، احنا مهم بجوج مهمين كمحب وتتنقل مزيان. كمحب الظاهره اساسا سي سعيد متعلقه تتعلق بالتربيه. اذا الى كانت القضيه ديال التربيه هذا موضوع ماشي للنقاش لانه التربيه ما غنحلوا بهاش المشكل لانه خص التكوين والتربيه تنذكر على سنين. راه نمشيو دابا لواحد كواحد تيرافق كمحب انا رافقت الفريق ديالي المدينه ديال الناظور 1800 ديال الكره متر سي سعيد. اييه حنا ما قضيتش المشكله سي سعيد مع ذوك الناس في الناظور، ما نقولوش جميع الناس ولكن بعض الفئه حنا كما مشينا ولكن في الطريقه سي سعيد راه لقينا مشاكل في اي مدينه مشينا لنا تلقاو الحصان بالحجر. انت سي سعيد السيد عاد جايب مينيبيز ديالو ولا كار ديالو غادي بيك انت غادي كتسمع الحجر في الجاج منين بادي يعني المساله ما كتعلقش بالضبط هذاك الفريق اللي بغيت تلعب ضده انت ولا غادي خارج عند المدينه ديالك. لا واش غير الكار غادي تضربوا بالحجر؟
السيد نقول لك هضره لا 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 انا ما انا عارف انه الكوكب كانوا في الناظور لعبوا في الناظور استقبلنا الناس ديال الناظور واحد استقبال زوين اييه واحد تحيه خاصه الرئيس ديال الفريق ديال الناظور اللي خص 500 ذكيره فريق ديال كوكب مراكشي مزيان بعض السلطات كنبات من هنا باش ما حضروش مع الفريق ديالنا ولكن السيد قال لهم انا وفرت 500 ذكرى فريق كوكب الجزائر ومرحبا بها واحد الشكر خاص لسي سعيد نقول لك سعيد المساله اللي كاينه خطيره هو ان راه المساله ديال الكريساج دابا اللي ولات يعني كتما غادي في طريقه الزيتون بحجر ما كتبوش على الله الناس دابا شي واحد يقول لي اديني على فكره بينا نمشيو سبورتي مع الفرقه ديالنا الله يسلك الدين المدينه شوف اخويا ما يمكنش الزيت كله تيترس انت ناعس جيب لي تتسبوا الحجر تيفيقنا يعني راه مساله خطيره خطيره صافي الناس ما ما تحر ما تنقلش الحاجه هذا السيد بن سعيد خلاص الكلام نتمنوا من الجامعه المسؤولين منع الفروق اللي عندهم مقابات خارج الميدان ما تنقلوش لا سي محسن اسمح لي علاش انا غادي نتسنى الجامعه تمنعني انا عارف بانه الذهاب لواحد المدينه في هذا المباراه فيه اشكال انا نمنع راسي الى اسمح لي الى انا عارف بانه كاينه واحد الخطوره مباراه فيها الصداع والمشاكل والمشي بان انني موجد انا للمشاكل حتى انا غنكون مستعد لهذا الشيء هذا وهذا الشيء هذا هو الفهم ديالي المتواضع الى انا عندي واحد المقابله حساسه وصعيبه ولكني عارف بانه هذه المباراه ما تدش بسلام هما غيكونوا 5000 وحنا 3000 الى غيكون فيها صداع ما نمشيش واحد راسي سعيد كان في الملعب بالضبط لا شتي لا كنتي تابعتي شي جزء من الوقت راه الجمهور ديال الكوكب والجمهور ديال الناظور راه كانوا في نفس القنت يعني سعيد بيناتنا غير عناصر ديال الامن يعني ما كانش مشاكل بيناتكم لا ما كانش مشاكل ايوا هادو بالعكس كانوا دوك الناس كيشدوا تليفوناتهم ويصوروا الهيستيريا ديال الجماهير ديال احتفاليه عاديه ما كناش مشكله ديال سعيد اذا المشكل اللي لقيناه هو الطريق ايوا هادشي ديال التنقل خصو يتعد فيه النظر شكرا لك سي محسن بارك الله فيك شكرا لك مشي لعند سي رشيد من قلميم سي رشيد مشى سي رشيد شوف تحياتي لك سي مضي الحوسي تقول لماذا الإعلام المتمركز والبيضاء لم يتكلم على الإجرام يعني كاين الجمهور ديال الوداد ولم يتكلموا على الظاهرة أم أن الأمر لم يتعلق بجمهور الجيش الملكي شوف ما هذا راه هو اللي غيقودني بزاف ديال الحوايج انه نبقى نديروا بانه راه حيدما الناس ترد البال هذا موضوع هضرنا عليه جوج دقائق هذا 10 ديال الدقائق خص تكون يعني المعالجه ديال الظاهره تكون عادله يعني كاين الجمهور ديال الجيش الملكي كاين الوداد في نهايه المطاف مغاربه في نهايه المطاف يعني الى دار الجمهور ديال الوداد واش يعني بانه ما هضرناش عليه بانه الظاهره غنستروها لا ما انا شوف انا هذا الكلام اللي تنقولوا على الجمهور ديال الوداد ولا غنقولوا على الجيش الملكي ولا نقولوا على الفتح ولا نقولوا على قنيطره ولا نقولوا على سيدي قاسم ولا غنقولوا على قلميم على نقولوا على كل شيء ما خصنا نميزوا بين ولا شيء واحد نضخموا له واحد لا ما خصش يكون هذا الشيء هذا طيب نختم مع السي زكريا من تولوز السي زكريا مساء الخير السلام عليكم مساء الخير مرحبا سيدي بعدا مشرف بالمشاركه في راديو بلس مرحبا سيدي بارك الله فيك ودخل ديري بغيت ندخل في هذه القضيه ديال الديبلاسمون ديال التنقل اللي بغيت نتكلم عليه هو ان انا كيبان لي ما كان ما غاديش نعالج الامر ما كنعالجوش من كيف ما خصو يتعالج لان اول مشاغب واول اللي كيتسبب في الشغب هو اولا كيف يعقل ان مكتب مسير ديال المغرب التطواني يطبع الاوراق الطاقه الاستيعابيه ديال ما عندها معنى الا كان هذا الشيء حيت انا ما عرفتش الارقام اللي طبعات ما عنديش فكره كاينين الناس انا كنعرفهم اي لا ما كاين مشكل انا ما غير انا شوف اسمح لي يا سيدي زكريا انا تنهضر على راسي اما انت تقول لي بغيتي ما عنديش مشكل تفضل النقطه الثانيه هو كاين فعلا صحفيين اللي ما شاء الله كيخدموا منيتهم كيخدموا خدمه نقيه ومزيانه كيف ما كنقولوا مهنيين وكاينين صحفيين اللي كيتسناو بعض الجمهور غير في الدوره وكيعموا الجمهور رغم ان هذاك الجمهور هذا ما كاملش شهر ولا شهرين
كان مزيان وكان كيشجع المنتخب ومشاو الدراري انا كنهضر على مثلا جمر الوداد مثلا جمر الاكادير اللي مشاو للمونديال وشجعوا المغرب وخلاو صوتهم تما وديك الساعه كيكونوا مزيانين ولكن ملي كيجيو لهنايا وكيطرى شي مشكل رغم ان هذاك المشكل كله خاصو تحاسب عليه على حده كيتعمم الجمهور وهذوك الناس هما اللي كيتسببوا في الفتنه وكيتسببوا في تشجيج الجمهور في بعض مع بعضياتهم يعني الحل راه ما غاديش يجيب ما غاديش يجيب منع التنقل ما غاديش يجيب باش غيجي باش غيجي ديجا لي ريزو سوسيو لا باش لا الا الا ما نقلناهمش يعني هادشي خصو يستمر ماشي خصو يستمر ولكن المشكل راه مشكل مجتمع ماشي مشكل لا انا متفق معك دابا هادشي ديال المجتمع وكيفاش نطوروا المجتمع ونعالجوا المجتمع عن طريق التعليم والتحسيس والجمعيات المدنيه والمجتمع المدني وهادشي كامل ولكني انا نهار الحد لما جاي عندي مباراه غندير غنقول هذا المجتمع المدني والتعليم والتربيه وجدوا لنا جمهور جديد في 24 ساعه اذا انا الى المشكل غيطلع لي نهار الحد لما جاي بحال هذا الشكل كما ينتقص الجو هذا هو اول حل اما ذاك الحل اللي هضرتي عليه هذاك حد تيطلب ايام وليالي وسنين نقول لك واحد لا بسرعه سي زكريا لان الوقت ديال البرنامج قرب يسالي اخر متاخر مثلا كنهضر على منع التنقل واخا انا متفق معك منع التنقل في المدن هادشي كاين في فرنسا انا عايش في فرنسا وهادشي كاين مثلا نهار غيكون الديربي غادي ندخلوا مثلا غير جمهور ديال الوداد انا والله تنديرها نكتب عليك انا كنت مسؤول لا للوداد روتو الرجاء او العكس وانتهى الامر المشكل هنا فين كيوقع شنو غيوقع حيت عارفين غادي يوصلوا هذاك الماتش وغادي يوقع هذا المشكل لا شوف انا تنقول شوف انا لما تنقول اسمح لي يا سي زكريا واسمح لي انا الا تنقول هذه القضيه هذه تنقولها من باب انه التصور ديالي محدود تنتخيلوا بتخيل تخيل ديال واحد صحفي ما باغي مشاكل ولكني الناس اللي مسؤولين على هذا التنظيم ديال واحد عندهم قراءات اخرى وابعاد اخرى تيقول لا ما يمكن شايل غيجيبك شي مبررات اللي نقدر انا نتفق معاه انا تنقلب غير ما باغي صداع انا تنقول الا كانت الجمهور ديال الرجاء وخرجوا فرقه ربحات او خسرات راه بيناتهم الا كان ديال الوداد بيناتهم انا تنقول اودي مباراه يكون فيها حكم عاوتاني دار شي هنا ما هنايا وش هذا عاوتاني للجامعه عاوتاني حدقه عاوتاني وتنوض مشدات وعندك 30,000 هنا 30,000 هنا تنقول اودي الا ما تلاقاوش يكون احسن راه كاين اللي يقول لك لا ادخل الجمهور انا والاخرين تيتسناهم على برا المهم شوف هذا اشكال كبير ماشي صعيب انا لما تنقول واحد الكلام تنقولوا غير هكاك ماشي شي حاجه اللي هي مؤكده غتكون ناجحه شكرا سي زكريا بارك الله فيك بارك الله فيك شوف حنا لما تنذكروا على هذه المواضيع بهذا الشكل هكايا تنذكروا من باب حسن النيه لانه لما الواحد تيبغي يوصف واحد الجهاز او واحد الصحافي بالمصداقيه المصداقية ماشي شي حاجة اللي غتكتسبها في 24 ساعة المصداقية تكتسب بعد سنين طويلة المصداقية ماشي شي حقا انت غتمشي لعندو وغتقول له ودي الله يجزيك بخير عطيني واحد شوية ديال المصداقية المصداقية خصها سنين وخصها امتحان مورا امتحان علاش حابب انه الانسان لما تيقول المصداقية بان انه راه من نهار اللي قلنا السلام عليكم راه عندو المصداقية وحتى حنا راه كان الانتقاد ديالنا وباننا متحيزين وبانه يكفي انك تجي واحد الوقت اللي كنا تنشغلوا فيه حنايا وتقول بانه ضربه جزاء لفائده الوداد مستحقه امام الرجاء جميع الناس ديال الرجاء يقول لك لا هذا متحيز وماشي معقول وهذا الشيء هذا ولكن شنو تيوقع هو لما تجي واحد النهار ويكون العكس وتكون الكره لصالح فريق الرجاء او العكس المهم ما بقاش ما عقدتش شكون اللي قلت الاول من الثاني المهم خصك تكون النزاوة أنه لما تصدر الأحكام تصدر على واحد الحالة معينة الحالة المعينة اليوم أنا قلت بأنه الوداد استفاد والرجاء ظلمات لغد لي لقيت العكس بأنه الرجاء هي اللي سادت والوداد هي اللي ظلمات تبقى هادشي هذا تراكمات ماشي عام ماشي عامين ماشي ثلاث سنين المصداقية ماشي نتيجة أنه واحد نزوة واحد النهار قلتي واحد خديتي موقف وقلتي اسيدي الوداد ظلمات والرجاء ظلمات غايقولوا هذا عندهم مصداقيه اي ولكني الا بقيت انا دائما الوداد مظلومه والرجاء مظلومه الى الابد ما بقاتش مصداقيه ولا دابا تحيز ولا بزاف ديال الامور غتولي غتخرجي من دائره التحيز وشكون اللي يخرجك من دائره التحيز هو الجمهور ديال الرجاء وديال الوداد دائما معانا وبزاف هادشي هذا متفقين اذا هاد العمليه ديال المصداقيه ما خصها تكون مرتبطه بواحد الحكم ولما غنجي نقول اليوم بانه
الوداد والرجاء. وسمحوا لي تنضع الوداد والرجاء حيت هما اللي يعني ما اللي كثير نقاش عليهم مع احترامي للاخرين، لانه حتى هما عندهم المحبين وعندهم الانصار اللي يقول لك لا واش كاين غير الرجاء والوداد، ولكن نعطينا بهم المثال حيت صعيب تعطي الوداد بالوداد يعني المثال بالوداد وتجي فرقه اخرى خارج الرجاء. هذا هو هذول لما اليوم انا غنقول بان الوداد استفاد من ضربه جزاء. واش انا ضد الوداد؟ انا ضد واحد الحاله لما غنجي نقول الرجاء استفادت من ضربه جزاء وما الحكم يعني ما اي حكم مبتدئ غيصفر ضربه ما يصفرش ضربه جزاء اللي خدات الرجاء. واش انا ضد الرجاء؟ ما نخلطوش ما بين فريق والمكونات ديالو ما بين حاله. حنا هضرنا على حاله وحاله لا يعتد بها، هذيك حاله عاديه. اذا لما يكون واحد الانسان تيجي ويقول حقائق في الفراق غير تبتو، واش هذا السيد دائما مساند هذا الفريق ام مره مساند ماشي مساند مره تيقول يعني مره تيحكم لصالحه او ماشي حتى الحكم يعني. المهم خصك تكون منطقي مع نفسك، يمكن تكون غلط ولكن بالمقابل حتى الجمهور خصو يخلي واحد النوع من الهامش ديال الحريه للصحفي يقولوا هذا هو رايه، ماشي لا هذاك ما داك تيتشرى هذاك تيدار. اذا هذه العمليه ديال المصداقيه راه ماشي حاجه اللي هي سهله، صعيب باش الانسان تكون عنده المصداقيه. المصداقيه يعني تكتسب بعد سنين طويله ولكن يمكن لك تدمرها في 24 ساعه. ما خص الانسان خصو يحافظ عليها، ولكن حتى المتلقي والجمهور حتى هو يخلي لواحد النسبه الصحفي لما تيعطي رايه يقدر يقول هذا رايه يحترم، خصوصا في الامور اللي فيها الشك. لان اليوم انا لما تكون محب غيبان لي بان الفريق ديالي مظلوم، خاصني الصحفي يكون معايا، الا ما كانش معايا نردو عدو لا ابدا. اذا انا حاولت غندير واحد القراءه بالنسبه لهادشي العلاقه ديال الصحافه مع المستمعين ولا مع المشاهدين ولا مع الجمهورين، لان مهمه. الصحفي من جهته خاصو يبذل المجهود باش يحاول يكون انه يبعد العاطفه. الى انا تنبغي واحد الفرقه واحد النهار غنحيد العاطفه غنتذكر بالمنطق، والجمهور حتى هو من جهته يبذل المجهود انه خلي الناس تجتهد، ما يحسوش بانه انا درتيني في واحد الخانه ديال واحد الصحفي ماشي، لا خليه انه الوقت راه هو اللي غادي يحدد الصحفي واش عنده مصداقيه ولا ماشي مصداقيه. لانه لا تعتبروش بانه انا نهار اللي بديت تيقول لي راه عنده مصداقيه، دوزنا واحد السنين وحنا تنبيع ونشري وجميع الاوصاف اتصلت بينا، ولكني الوقت العامل الزمني مهم في هذا الباب هذا. شكرا للجميع، الى اللقاء.